الاهلي عبور مطب فاركو في الدقيقه الاخيره، والزمالك يمتع، والاسماعيلي يتذوق اخيرا طعم الانتصار. الاهلي النهارده قدر يكسب فاركو في الثواني الاخيره كعاده النادي الاهلي، بس الاداء في الشوط الثاني تحديدا كان عليه اكتر من علامه استفهام. والزمالك بثنائيته الذهبيه زيزو وعاشور قدر يحقق فوز كبير على حرس الحدود. اما الاسماعيلي فاخيرا قدر ياخد اول 3 نقاط ليه، ومعها اقاله لاحمد كشري من تدريب انبي علشان يبقى سابع مدرب يمشي في الدوري المصري الموسم ده بعد 8 أسابيع فقط. يا سلام. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. اليوم في الدوري المصري الممتاز مباريات كبيره ومهمه، الاهلي يفوز في اللحظات الاخيره، الزمالك يحقق انتصار كبير على حرس الحدود، واخيرا الاسماعيلي بيفوز، الاخيرا الاسماعيلي بيحصد 3 نقاط. نبدا بالنادي الاهلي ولا تعالوا نبدا بحاجه تانية؟ تعالوا نبدا بحاجه تانية. فيش دوري في العالم، فيش أندية في العالم، تحدث عن دوري يعني، يبقى فيه سبع تغييرات في مدربين في أول 8 جولات، بمعدل تقريبا مدرب راحل عن فريقه كل جولة في الدوري المصري. بمعدل مدرب راحل عن فريقه كل جولة في الدوري المصري، ده شيء لا يصدقه عقل، ده شيء لا يصدقه عقل، مش منطقي، مش مفهوم، وما ينفعش، وهزار. احنا لو بنتكلم في 34 جولة في الدوري، فاحنا نتحدث عن معدل تقريبا من 32 ل 34 هيمشوا على اخر الدوري. يا جماعة ده كلام مش ناس محترفة، مش منطقي يعني. على فكرة انا لا الوم ادارات الاندية ان هم مشوا المدرب، لا، ما ممكن فعلا المدرب يبقى غير موفق فمضطر امشيه عشان فرقتي ما تروحش بده اكتر. مش كل المدربين مشوا بالطريقه دي، يعني مش كل المدربين كانوا سيئين قوي كده عشان يمشوا، بس على فرض ان هو سيء قوي فمشي. طب هو حضرتك مش اللي بتختار من الاول؟ يعني انت اخترت غلط، يعني انت معاييرك غلط، يعني انت اختياراتك غلط، يعني انت ما بتفكرش صح، يعني انت ما بتديرش صح. فما تفهمش يا جماعه، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. اصل انت عشان تحافظ على استقرار فريقك، اي مدرب في العالم بيحتاج فتره من الزمن عشان يحط شغله. فانت تيجي اول ماتشين 3 4 5 6 7 تمشيني، ما ينفعش. انت كده بتضر بفريقك قبل ما بتضر بالمدرب اللي بتمشيه. عشان كده المدرب بيقعد يلف على انديه تانية، وبتفضل الحكايه ماشيه زي ما انتم عارفين، والحكايه بتبقى ماشيه ازاي. مستحيل هيبقى في دوري قوي ودوري محترم وفي الطريقة دي في التعامل مع المدربين أو التفكير في الأندية، مستحيل، مستحيل أبدا. تخيل أنت كفريق عندك لاعبين مثلا يعني بيشتغلوا بطريقة دفاعية وبطريقة هجومية، بيشتغلوا بطريقة ليها علاقة بنقل الكرة من تحت على الأرض، في فرقة تانية المدرب كان معلمهم إن هم يلعبوا كرات طولية،
مدرب عمال يحفظ في لعيبه يحفظ في لعيبه يحفظ في لعيبه، وفجاه جبت لهم مدرب تاني خالص. زي بالمناسبه النهارده بالمناسبه كابتن ايهاب جلال عمل مباراه كبيره جدا قدام النادي الاهلي، كبيره جدا قدام النادي الاهلي مع فاركو. بس اصلا كان معاك مدرب الميدا، مدرب دفاعي جدا، حريص جدا دفاعيا وبيعتمد على التنظيم الدفاعي جدا، فجبت مدرب يعتمد جدا على الهجوم فجاه. بغض النظر عن مباراه النهارده اللي برضو اداها كويس الكابتن ايهاب جلال مع فاركو، بس هي الفكره هو انتوا بتختاروا على اساس ايه وبتمشوا على اساس ايه؟ والميدا ده مثلا كان قاعد بقاله موسم ونص مع فاركو، طب ما كان مشي قبل بدايه الموسم بدل ما يمشي بعد 8 مباريات لو اسلوب لعبه اللي فيها تعادلات او فيها حرص دفاعي مش عاجباك مثلا، ده على سبيل المثال عشان ما يبقاش الكلام موجه لفاركو يعني. النهارده ينبي ممشي الكابتن احمد كشري، طب ما الكابتن احمد كشري كان له نتائج سلبيه وله ايضا نتائج ايجابيه. طب ما هو انبي ده نفسه اللي مشى العناصر الاساسيه المهمه في الفريق زي محمود جاد، زي ابوكا، زي مصطفى شلبي، العناصر التقيله اللي في الفريق. طب انت مستني من المدرب الجديد من اول 7-8 مباريات يعمل لك تغير تام في الفريق؟ مش هيحصل عشان انت مشيت الاعمده الاساسيه اصلا، فهو محتاج وقت عشان يعمل اعمده اساسيه غيرها. ده على سبيل المثال برضو وليس الحصر. هي ازمه في كل الانديه بصراحه، كل الانديه. مين المدربين اللي مشوا خلال اول 8 جولات؟ كابتن علي عبد العال اول الراحلين عن طلائع الجيش بعد 3 جولات، وبعد كده الكابتن محمد يوسف تولى بدلا منه، ده بعد 3 جولات. اللي بعده نونو الميدا مشي من فاركو بعد 7 جولات وتولى بدلا منه الكابتن ايهاب جلال. ايهاب جلال بقى اللي تولى تدريب فاركو كان مشي من تدريب المصري بعد 4 جولات فقط، وتولى بدلا منه طارق سليمان مؤقتا ثم الكابتن حسام حسن. انت متخيل عاملين نعمل كده في المدربين؟ خالد جلال رحل عن تدريب البنك الاهلي بعد 5 جولات وتولى بدلا منه حلمي طولان. بالمناسبه وقف هنا بقى، انا بحترم جدا جدا اداره البنك الاهلي، بحترم جدا اداره البنك الاهلي، بس انت اصلا كان عندك شكوك في الكابتن خالد جلال من نهايه الموسم اللي فات اصلا، والكلام على الكابتن حلمي طولان كان بيتقال من نهايه الموسم اللي فات. طب ما انت اصلا شايف الكابتن يعني شاكك في مهمه الكابتن خالد جلال في تدريب الفريق في الموسم الجديد، ما تمشيه بعد نهايه الموسم اللي فات وهات مدرب اشتغل مع الفريق قبل بدايه الموسم ومعسكرات وشغل و و و ويخش معاه من اول الموسم. ليه تدي فرصه في نص ايه؟ اول الموسم الرحمن الرحيم كابتن خالد جلال خد الفريق هوب بعد 5 ماتشات يمشي. طب ما انت كده كان في نيتك انك تمشيه، او بلاش في نيتك، كنت شاكك انه يقدر يكمل المشوار مع الفريق، طب ما من الاول مثلا يعني. والكابتن حلمي طولان اسمي بيتردد من الموسم اللي فات، من اول ما مشي من امبي الموسم اللي فات ان هو اللي هيتولى تدريب البنك الاهلي. نكم خوان كارلوس جريدو رحل عن تدريب الاسماعيلي بعد 6 جولات وتولى بدلا منه ايهاب جلال، علما ان دي النيه اللي كانت عند المهندس يحيى الكم رئيس النادي لما فكر انه يبقى في العقد بتاع جريدو لو خسر اول 3 مباريات يمشي عن الفريق. يعني كده كده لو انت كنت هتعمل نتائج سلبيه في اول الموسم انت هتمشي في كده. بغض النظر ان الكابتن ايمن جمال النهارده حقق فوز مهم على انبي يفوق الاسماعيلي شويه، والمهندس يحيى الكومي قال ان الكابتن ايمن الجمل هيكمل مع الفريق. هيكمل لحد امتى؟ هقول لك انا هيكمل لحد امتى الكابتن ايمن الجمل، هيكمل لحد ما يخسر. يعني طول ما هو بيكسب هو مكمل رسم لنهايه الموسم، بس هو مفيش حاجه اسمها نهايه الموسم عندنا، هو انت مكمل لحد ما تخسر لك ماتشين 3 ورا بعض ونشوف واحد غيرك وهكذا تستمر الحكايه. اللي بعده زي ما قلت لكم الكابتن احمد كشري رحل النهارده عن تدريب انبي بعد 8 جولات وتولى بدلا منه هاني عبد الله. كابتن ربيع ياسين رحل عن تدريب اسوان بعد 3 جولات فقط وتولى بدلا منه ايمن الرمادي. وبالمناسبه كابتن ربيع ياسين في اول 3 مباريات كان عامل مباريات جيده، كان عامل مباريات جيده بس ما كانتش نتائج ايجابيه، بس كان عامل مباريات جيده. فانا لو اداره نادي هشوف هل الفريق ماشي كويس ماشي كوره كويس ولا ليه، عشان النتائج كده كده هتيجي، كده كده هتيجي. عشان لما بيتغير يعني هو مثلا لو الكابتن لما الكابتن ربيع ياسين مشي وجي الكابتن ايمن الرمادي وهو مدرب محترم ايضا جدا، النتائج اختلفت كتير؟ لا فسيب الراجل اللي كان بيشتغل مثلا يعني، برضو ده على سبيل المثال لا اتحدث عن اسوان بحاله خاصه. ليه؟ ماشي
نروح لنتائج مباريات الدوري النهارده في الجوله الثامنه. بدات بمباراه الاهلي وفاركو عند الساعه 5، وفاز الاهلي 2-1 زي ما قلت لكم. الزمالك فاز 4-0 على حرس الحدود، والاسماعيلي فاز على انبي 2-1، وطلائع الجيش فوز مهم على البنك الاهلي بهدف دون رد. نبدا بمباراه الاهلي وفاركو. الاهلي عمل شوط اول رائع جدا جدا، وضيع فرص كثيره جدا، وهتحدث مع محمد جمال بعد شويه عن الفرص الكتير اللي بتضيع من النادي الاهلي. احمد عبد القادر سجل الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 30 باسيست رائع جدا من علي معلول. خلاص كده الاهلي هيركب الماتش. الاهلي اصلا بيضيع فرص، الاهلي هو اللي بيهاجم، فاركو بلا فرص بلا هجمات ولا حاجه خالص. فالاهلي بيسجل هدف هيجيب الثاني اللي بعده، والمباراه تخلص بدري بدري. بعد ست دقائق فقط اخطاء في وسط الملعب، اخطاء من ديانج واخطاء من ياسر ابراهيم وخطا ايضا من الشناوي، هدف دون داعي ضد النادي الاهلي، ضد مسار اللعب تماما. هدف لفاركو في الدقيقه 36 يقدر يتعادل بيه ويحافظ فاركو في الشوط الثاني طول الشوط الثاني على نتيجه المباراه بشكل رائع جدا دفاعيا. ولكن يجي ضربه ركنيه في الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حسين الشحات بيرفعها، برونو سافيو بيحولها براسه، محمد الشريف البديل بيكملها في الهدف عشان يسجل الهدف الاهلي، الهدف المعتاد اللي هو بيبقى في اللحظات الاخيره، ويفوز الاهلي في مباراه في رايي صعبه على نفسه من الشوط الاول وليس الشوط الثاني. مارس كولر بعد المباراه قال ان احنا ضغطنا بشكل جيد في الشوط الاول من المباراه، وضعنا الكثير من الفرص اللي كانت كفيله بانهاء الشوط بفارق اهداف كبيره، والقاعده معروفه دائما من يضيع كثيرا يستقبل الاهداف، وهذا ما حدث لنا. اجمل شيء ان ارى الفريق يكافح حتى اخر لحظه في المباراه بثقه كبيره باننا نستطيع تحقيق المكسب ثم تسجيل هدفا، هذا امر جيد. وقال ان هو بيتحدث مع لاعبي الاهلي دائما وبيقول لهم ما يشغلوش بالهم بموعد التسجيل بقدر الثقه دائما ان احنا نستطيع التسجيل. اتكلم كمان عن الدفع بمحمد مجدي قفشه وبرونو سافيو سواء، قال اردت تجربه ثنائيه قفشه وبرونو سافيو عشان اشوفهم قادرين على صنع الكثير في الملعب، وده حصل فعلا النهارده. وقال ان سافيو في مركز راس الحربه مع فريقه القديم لعب واجاد في هذا المركز، وقال ان مشاركته اليوم كانت مش جديده عليه. كمان قال ان تغيير مراكز اللاعبين تتعلق بضغط المباريات واللي هتستمر معنا حتى نهايه فبراير، وده امر طبيعي عشان احافظ على مستوى الفريق، والعمل من اجل الفوز دايما بيكون طول الوقت. ماشي، ده ماتش النادي الاهلي وفاركو. زي ما قلت لكم فنيا كثيرا هتحدث مع محمد جمال في الفقره الاولى، وبعد كده في الفقره الثانيه يكون معايا الكباتن الكبار كابتن حسن مصطفى كابتن احمد السيد. حديث عن تغيير المدربين ورحيل المدربين، اخر الراحلين اليوم هو الكابتن احمد كشري عن تدريب فريق انبي. معايا على الهاتف الان الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي. يا كابتن محمد مشرف ومنور. ربنا يبارك فيك يا كريم، تسلم يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير دايما. النهارده رحيل الكابتن احمد كشري عن تدريب الفريق بعد الخساره من الاسماعيلي، ولا انتوا كنتوا واخدين القرار دوت من بدري؟ لا والله طبعا مش واخدينه من بدري، انا بس حابب اوجه شكر يعني في الحقيقه امانه لازم اوجه شكر للكابتن احمد كشري. الراجل اجتهد وعمل فرقه كويسه في الحقيقه جدا جدا، واداء جميل وكره كويسه ويعني عمل كل اللي عليه وزياده. وبس هو كابتن كريم انت عارف الكره نتائج، وهي في الحقيقه كانت معنده شويه مع كابتن احمد في الحقيقه خالص، يعني ماتش المقاولين اللي فات والماتش ده يعني الموضوع كان صعب شويه، بس انا حابب اوجه له تحيه واحترام لانه المدربين المجتهدين المميزين في الحقيقه، وان شاء الله ربنا هيكرمه في الفتره اللي جايه لان متاكد. بس انت عارف ساعات التوفيق ما بيحالفش كل اللي شغالين، يعني مش لازم التوفيق يحالفك على طول، ممكن تبقى عامل كل حاجه بس يعني. طيب كابتن محمد انا كنت بقول الكلام ده قبل ما حضرتك تخش معايا على الهاتف، وبقول انه انبي في مرحله تغيير جلد نسبيا، يعني عناصر اساسيه مشيت من الفريق واعمده اساسيه، محمود جاد، مصطفى شلبي، ايبوكا، دي ابرز الاسماء اللي مشيت من الفريق. فبطبيعه الحال اي مدير فني هيجي يشتغل هو بيشتغل على فكره تكوين عناصر مهمه جديده، فاكيد محتاج بعض الوقت او كثير من الوقت كمان. هل ده ما كانش في الحسبان؟ والله هو طول الوقت في الحسبان، واحنا لما جينا تعاقدنا مع كابتن احمد كشري كان ده الهدف و و و انت في الاخر انت احنا ده الاسبوع الثامن يا كريم،
والنتائج يعني فعلا الموضوع بقى صعب. احنا داخلين في المنعطف، يعني مش عايزين نخش زي ان احنا نفضل لاخر رمق بنجاهد ان احنا. فساعات التغيير مش عشان ان المدرب وحش، ساعات التغيير في حد ذاته بيدي دوافع للعيبه، بيدي حاجات. القصه مش ان انت يعني مستعجلين او السكواد، احنا يعني اللعيبه اللي عندنا لعيبه كويسه ومحترمه وممكن اي مدرب يشتغل معاها، وده اللي كان حاصل مع كابتن احمد كشك. بس ساعات انت بتبقى غصب عنك ان انت التغيير عايز تلحق نفسك بدري شويه، لان في توقيتات حتى لو انت غيرت ما تلحقش نفسك. فاحنا ما كناش طيب هقول لك حاجه يا كابتن محمد. كمان وانا بتفرج دلوقتي وحضرتك بتتكلم على ملخص المباراه، ملخص مباراه اسماعيلي وانبي، انا شايف انبي وصل للجول كتير النهارده، وكان عنده سوء توفيق جداً. كان عنده سوء توفيق كبير جدا. انا بصراحه لما اجي اقيم مدرب، ما انا كمدرب انا عملت كل اللي عليا، انا وصلت اللاعبين للمرمى وما كانش عندهم توفيق. انا مش مره بقى، مش مره كمان، ده خمس ست سبع مرات في المباراه. انا اعمل ايه يعني؟ انا كمدرب، انا على فكره مش بتكلم بس على الكابتن احمد كوشه ولا بكلم حضرتك بس بصفتك انا بكلمها بشكل عام، انه انا كاداره وكمدير فني اتقيم ازاي؟ تمام. بص يا كابتن، وده كانت يعني عشان كده انا اتعمدت اوجه رساله شكر للكابتن احمد ان هو فعلا ادى اللي عليه ومادي اللي عليه لغايه اخر ثانيه، لغايه الماتش النهارده مع حضرتك بتكلم. بس هي في النهايه ارجع تاني اقول لك، انت كمدرب انت عملت اللي عليك و و و بس في النهايه النادي بيبقى برضه الموضوع نتائج يا كابتن كريم. يعني انت لو احنا النهارده فضلنا نادي كويس زي ما احنا بنادي وبنخسر، هتعمل ايه في اخر السنه؟ هتقول ايه؟ ما هو اللي هي بعد الكابتن احمد كوشه ممكن برضه يؤدي كويس والحظ ما يبقاش معاه، يبقى هنعمل ايه؟ اتفضل. ما انا هقول لا، ما انت لو حضرتك بتتكلم كده يبقى الكوره هتتلغي اساسا، هي كوره كده. يعني عايز اقول لحضرتك ان انت ممكن ماتش تلاقي انت ما لعبتش وبتكسب في النتائج كده، انما في النهايه انت كل حد في المنظومه مجلس اداره بيبقى ليه اهدافه وليه تارجته، المدرب او الجهاز الفني بيبقى ليه، يعني كل حد بيبص من منظوره. انت ممكن بتجتهد وبتعمل عليك، في النهايه التوفيق بتاع ربنا. في النهايه عايز اقول لك ان انت ما تقدرش تقول ان انت بتمشي المدرب عشان وحش. كام مدرب يعني انت ممكن قبل كده كان عندنا مثلا يعني الكابتن طارق العاشر، كان عندنا الكابتن حلمي طارق، انت ممكن تلف الايام ويكون ماشي هو انت ماشي ويجي لك يعني صح. هو التغيير مش عشان انت بتقول الراجل ما قداش اللي عليه بس في الكوره، ومش في مصر بقى في الحقيقه، ده في العالم كله كده. يعني الكوره في العالم كلها كده، يعني طبعا مع اختلاف ان احنا الناس هناك بيبقى عندها خطط حكوماتيه بتاعته. الله الله ينور عليك يا كابتن احمد، كنت لسه هقول لك هو في العالم ما بيحصلش كده. بس انت عندك حق، انت عندك حق. طيب يعني طيب كابتن محمد، اللي جاي كابتن عبد الحبيب بسيوني ولا كابتن طارق مصطفى؟ بص، هو طبعا مش عايز اقول لك ولا ده ولا ده، بس كل الاسامي يا كابتن متاحه لغايه دلوقتي، احنا ما اتفقناش او ما رسمناش على حد بعينه، بس كل الاسامي الناس اللي هي ممكن ما تكونش شغاله في الوقت الحالي. كابتن طارق مصطفى على فكره هو شغال في المغرب يعني، بس من ضمن الاسامي المرشحه. بس كل الاسامي اللي هي مش بتشتغل حاليا مطروحه، اسمها مطروح، زائد كمان ممكن في اسامي ناس شغاله اسمها مطروح بس لسه بس ده احنا خلال يومين ثلاثه الموضوع ده هيتعرف ان شاء الله. انما ما فيش اسم معين يا كابتن كريم عشان ما اكذبش، والله انا بقول لك. بس ما فيش مدرب اجنبي؟ ها لا، بالنسبه كبيره لا، مدرب اجنبي لا. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات بعد اقاله الكابتن احمد جوشري من تدريب الفريق. نروح للمباراة الثانية، مباراة الزمالك وحرس الحدود. الزمالك فاز برباعية نظيفة النهاردة بأداء غير مرضي لفيريرا، غير مرضي لأمير مرتضى مدير الكرة، وبصراحة أنا كان بالنسبة لي مرضي. أنا شايف النهاردة بس يعني تخيل أنت كسبان 4-0 والمدير الفني مش راضي عن الأداء. تخيل كان ماتش الأهلي والاتحاد، الأهلي كان كسبان 3-0 برضه، وكان مارسي كولر طلع قال إن هو مش راضي على ده. أنا بحترم المدربين دول قوي، يعني النتيجة ممكن تخدعنا إحنا إعلاميين جماهير، بس المدرب ما ينفعش تخدعه. عشان كده أحترم المدربين قوي اللي يطلعوا بعد انتصارات كبيرة زي كده وما يقولكش إحنا عملنا أداء رائع يعني. النهارده يوسف أسامة نبيه بدأ التهديف بهدف في الدقيقة 15، هدف رائع زي ما حضراتكم شايفين أهو، هدف رائع يعني، لعيب رائع جدا يوسف اسامه بصراحه، من المكاسب اللي خدها الزمالك من الموسم اللي فات، واسيست رائع جدا من امام عاشور، وطبعا انهاء رائع جدا من احمد مصطفى زيزو كعادته، يعني هدف تاني في الدقيقه 55. البديل الذهبي دايما وعلى طريقته الخاصه شيكابالا
سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعد هذا الهدف اللي سجله زيزو اللي أمام حضراتكم. زيزو بقى هو اللي عمل اسيست لشيكابالا، شيكابالا كعادته. هتسيب شيكابالا يقطم لجوه، ده معناها انها نسبة 99% جول، وبالتالي هو حطها لك في الضيق. الحارس بشكل تلقائي راح على الزاوية البعيدة اللي بيشوط فيها دايما شيكابالا، راح زجها شيكابالو اداله في واحدة في الضيق. قبلها شيكابالا كان مديله واحدة في الضيقة برضه، يعني تصويبة في الضيقة، فالحارس قال لك لا المرة دي هحطها لي في البعيدة، بس هو برضه حطها له في الضيقة. بعد كده ضربة جزاء كانت لأحمد مصطفى زيزو، ضربة جزاء كان آخر أهداف هذه المباراة. على فكرة حارس الحدود في الشوط الأول كان له بعض الفرص، الشوط الثاني كان أقل من الشوط الأول. زيزو سوب الكورة وبعد كده تصدد، بعد كده راح ويسجل الهدف. غريب، تخيل حتى لما ضيع ضربة الجزاء دي. حابب اتكلم عنها شو، او استنوا قبل ما اتكلم عنها شو عشان عايز اتكلم فيها كتير، يعني اروح للكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم الكبير يقول لنا ابرز الحالات في المباريات اللي شاهدها اليوم. يا كابتن جهاد مشرف ومنور. صباح الخير كريم عليك وعلى كل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الامور النهارده كانت كويسه ولا كان في اخطاء كبيره؟ لا كان في طبعا تميز في ماتشات، وكان في اخطاء في ماتش، خطا كبير في ماتش فاركو الاهلي، لكن بنتكلم ان مجمل الامور كانت كويسه. الاسماعيلي، نبدا بالاسماعيلي وانبي النهارده عشان كان في كارتين، اثنين ثلاثه احمر النهارده، اثنين لانبي وواحد الاسماعيلي، وكان في ضربتين جزاء، وكان في قصص يعني كوارات كلها من الكوارات الثقيله والكبيره. نشوف تمام. اول حاله مع حضرتك، اول طرد ليه لاعب انبي. بص يا كريم، التدخل الاثنين لعيبه عملوا خطا مع بعض، بس اللي لفت نظري رد فعل الحكم. يعني الحكم انا في اللقطه زي كده لما اثنين لعيبه يشتبكوا المنظر ده، انا باقصى سرعه بموجود في وسطهم واخد القرار بسرعه عشان ما يحصلش اشتباكات اكبر من كده. فمعروف النهارده كان كل رد فعله متاخر شويه، يعني المنظر ده والحكم ماشي بيتمشى كده بتعمل مشكله اكبر. لو اسيبهم يخلصوا على بعض واللي يعيش اتكلم معاه. لا ما انا لازم حاجه، معروف مش حكم صغير حكم كبير طبعا. كان المفروض باقصى سرعه. على فكره مش اللقطه دي بس، ده كده هتشوف كذا لقطه في معانا في الجايه، هتلاقي رد الفعل بالمنظر ده كده. ما ينفعش من حكم كبير بالمنظر ده في لقطه زي دي يمشي بالمشي ده ويتفرج عليهم. صح، هو اخذ قرار صح في الاخر، بس في الاخر انت محتاج المشكله هتكبر، الاكشن بتاعك يبقى اصعب اكتر من كده. المشكله هتكبر، مستحق هنا وهنا، وكان في واحد انذار وبالتالي كان الطرد مستحق. نفس الكلام هنا، بص برضه واقف اللقطه دي ما ينفعش طب ايه بواقف فيها، لازم اروح بسرعه وانذار يطلع بسرعه، وده انذار تاني وطرد ومظبوط. ما سيبش اللعيبه تتخانق مع بعض بالظبط، انا لازم الرياكشن بتاعي اسرع من كده واشد من كده عشان ما تحصلش مشده. صح، احسن مشده بين اللعيبه مع بعض وكده، لا انا بحمي نفسي وبحمي اللعيبه عشان ما اوصلش المشكله. فالكارت التاني صحيح كان مظبوط. تمام، نشوف اللقطه اللي بعدها والكارت التالت. نعدي بقى اللقطه دي يا جماعه ونشوف اللي بعدها على طول. ايوه يا فندم، دي لقطه ضربه الجزاء تقريبا. حضرتك معايا كابتن؟ دي الكارت الثالث بقى، ده دي فرصه محققه. الحكم في الملعب ادى انذار، حكم الفار لقى ان تدخل اللقطه كلها فرصه محققه، كل عناصر فرصه محققه موجوده، السيطره على الكوره، المواجهه، المسافه للجول، عدد المدافعين، السيطره، زي ما قلنا كده كل عناصر فرصه محققه موجوده، وبالتالي الفار استدعاه واستدعاه صحيح، راح شافها في الفار ورجع بالكارت الاحمر، والكارت الاحمر صحيح وقرر في مجموعه صحيح. هسألك سؤال قد هو يعني سؤال ساذج يعني، بس انا دايما بحترم الناس اللي ايه اللي عندها نص كوره، يعني ما عندهاش كوره قوي، فهو بيتفرج عليه دلوقتي يقول لك ايه، ما هو خلاص ما اداله طرد، هو رجع ليه تاني وراح شال الانذار وحط الطرد التاني. انا عارف ان السؤال ممكن يبقى للناس اللي بتفهم كوره وعارفه كوره وبتابع كوره يبقى عادي، بس اللي بيتفرج عليه دلوقتي ممكن ما يبقاش بيتابع كوره قوي فيقول لك ما هو ده طرد وده طرد. لا هو اداله انذار، لازم ينزل الاول يلغي الانذار اللي اداه، ويقدم الناس كلها الانذار ده اتلغى خلاص، اللعبه تستاهل كارت احمر. ده اللي عمله، مش انذار تاني، هو القصه في الاخر بيلغي الانذار اللي هو اداهوله اصلا في الملعب، وبيدي له القرار الصح اللي هو كارت الاحمر عشان فرصه محققه. دي اول مره معروف كان يطلع بيها في الفار،
في كارت احمر. لا انا سالتك السؤال ده ليه؟ انا سالتك السؤال ده ليه؟ عشان الطرد المباشر عقوبته غير الطرد بانذارين وخلافه، مظبوط؟ تمام بس تمام. عشان دي بتاع مسابقات بقى مع المسابقات. اه بالظبط، عشان الناس بس تبقى، هو عشان كده هو لازم ياخد الاكشن دوت يعني. طيب تمام. نروح اللقطه اللي بعدها يا كابتن جاد. اتفضل. ودي ضربه الجزاء يا كابتن جاد. بالظبط. دي في الملعب الحكم كان في مكان ممتاز، ما شافش اللقطه دي، ده اهمال من مدافع انبي وركله جزاء صحيحه للاعب نادي الاسماعيلي، برضه الفار استدعاه، ولعبه سهله على فكره، لعبه سهله جدا في الملعب بس، وكان معروف موجود في مكان ممتاز، لكن ما احتسبش، والاستدعاء الفار واستدعاء صحيح وركله جزاء صحيحه تم احتسابها لنادي الاسماعيلي. مين اللي لعب الكوره الاول يا كابتن جاد؟ اللي لعب الكوره هو لاعب الاسماعيلي. مظبوط. انبي ما وصلش للكوره خالص. الكوره بتاعت لاعب الاسماعيلي، انبي ما وصلش للكوره نهائي، جاب الرجل ما وصلش الكره نهائي، اللي لعب الكره الجزمه الخضراء، فبالتالي لا الجزمه البيضاء كل اللي عملتها انها عملت باهمال خوضت رجل لاعب الاسماعيلي. تمام. وركله الجزاء سهله، انا كان في الملعب وجود معروف، كان معروف موجود قريب جدا من اللعبه سهله، الحكم الفار استدعاه وشاف اللقطه وحسبها، والتنفيذ كان صحيح، ما فيش مشكله في التنفيذ خالص. تمام. نشوف اللي بعده. اللقطه دي برضو تدخل فيها الفار يا كابتن جاي. تمام. دي التدخل بالحارس مش مشكله. اللاعب هنا، اللاعب هنا لاعب اللي حكم ما احتسبش حاجه في الملعب برضو. ولعب الكوره باهر محمد، لعب الكوره، بس مش معنى انت لعبت الكوره انت تعمل خطا تاني بعد الكوره ما بعتها، انت دلوقتي رحت للاعيب وانت اللي عملت الخطا. مش العكس، انت لعبت الكوره اهو، روح مع الكوره، ما تروحش للاعيب، انت رايح للاعيب عملت خطا معاه، وبالتالي الحكم ما احتسبش ده في الملعب او ما قدرش ده في الملعب، واحتسب ركله حره للمدافع للاعب الاسماعيلي. الفار استدعاه ووراه اللقطه ورجع احتسب ركله جزاء، وركله جزاء صحيحه. بس انا بتكلم فيها كريم ان احنا عندنا ثلاث لقطات مهمه الحكم ما خدهمش في الملعب، وده مش كويس للتحكيم المصري. صح. احنا بنتكلم الحكم في الملعب لازم يركز ان هو ياخد قراره في الملعب، والفار ممكن نلجا ليه ونوصل لقرار صح لو في العاب صعبه، ده موجود في كل العالم، لكن في الاخر بنوصل لقرار صح، لكن صح. ما ينفعش ثلاث قرارات زي ديت كل طول الوقت الفار هو اللي بيجيبني وهو اللي بيديني القرار، والثلاث قرارات واضحه كمان، هي دي مشكله. سهلين يعني، وسهلين يعني، سهلين على الحكم في الملعب. صحيح. طبعا التنفيذ كان سليم، ما فيش مشكله في التنفيذ خالص، وركله جزاء صحيحه، يعني في الاخر القرارات كلها صحيحه. صح. لكن هو بس طيب. الملاحظه الوحيده ان كل القرارات الفار اللي مديها، فده مش ده مش كويس التحكيم. ده بروحنا لمباراه الاهلي، ودي الكره اللي اتحسبت تسلل يا كابتن. بص يا كريم، انا عايز اربط بين حاجتين اتنين في الكره دي والجون اللي جه. الجون اللي جه للاهلي اللي هو الهدف الثاني للاهلي، رسمه الخط كانت مش مظبوطه. صح. ليه؟ لان انا دلوقتي الكوره كانت سابقه، لو الجون اللي مش دي، بتكلم على الجون اللي الاهلي جابه. الكوره لما بتسبق الخط بترسم على الكوره. فكان الحكم الفار رسم الخط غلط. هاجي هنا لحظه اللمس الاولى للكوره، تمام؟ الخط لما اجي ارسم الخط، ارسم على رجل لاعب فاركو اللي هي اتاخرت، الرجل الشمال للاعب فاركو، ورجل اليمين للاعب الاهلي اللي هي المتقدمه. لما ارسم ده الكتف بعيدا، يعني الكتف الراجل مش مميل لقدام عشان ارسم كتفه. لما اترسمت المنظر ده برسم راسي من الكتف للارض، عملت المشكله مع رسم الخطوط. انت لو رسمتها بقى، انا رسمتها شيرت التيشيرت ده خالص، واترسمت من رجل للرجل، الرجل اللي بتاع اللاعب الاهلي ورجل لاعب فاركو، مفيش فيها تسلل نهائي، وبالتالي بتكلم على هدف صحيح تم الغائه بداعي التسلل برسم الخطوط الغلط، عشان اللي حدد النقط يا كريم هو الحكم الفار. زي ما حدد النقط الجون الاهلي اللي طلع لنا الصوره، برضه كانت صوره الخطوط غير صحيحه، وبرضه يعني ما لغاش الهدف، بس رسمت الخطوط ساعدته ان مفيش تسلل. هو لو كان لقى تسلل كان قال له تسلل وكان لغى، وكان عمل مشكله كبيره، لان الكره في الاخر اتقدمت. لا يا كابتن جهاد معلش، يعني الكره دي خلاص انت بتقول لي مش تسلل، يعني كان المفروض تبقى هدف. الهدف سليم وهدف صحيح ورسم الخطوط غير صحيح. طب الهدف اللي سجله الاهلي تسلل ولا لا؟ نجيب الهدف يا جماعه. الهدف اللي سجله الاهلي سليم، انا بتكلم هو لما طلع صوره بقى طلع صورة الهدف اللي جاي الثاني. هو طلع صوره رسمه الخطوط غلط. لو تجيب، هنجيب اللقطه الاخرانيه بتاع الهدف الثاني، نجيبها الهدف الثاني. نجيبها، لكن انت بتقول لي انه الاهلي كان ليه هدف صحيح الغي ابداع التسلل، ولكن الهدف اللي سجله النادي الاهلي باكد عليها، بس حضرتك شايفه هدف صحيح مش تسلل؟ لا صحيح، انا الهدف اللي الاهلي سجله هدف صحيح مليون المية، لكن انا بتكلم الخطوط اللي ظهرت اترسمت بصوره غير صحيحه. ليه يا كريم؟ لان هو لما رسم، شاف هجيب رسمه الخط، الهدف الكره دلوقتي اتقدمت عن المهاجم اللي جاب الجول، وبالتالي وصلنا الكره خلاص، هنرسم الخط بقى، ترسم الكوره مش هترسم اللعيب. شوف المنظر ده،
خلاص اللعيب ده اول بالمنظر ده واقف عندي اول ما توصل للراس راس اللعيب اللي هيلعب بالعرض. نكمل يا كريم. كمل كمل. مش تسلل. مش تسلل خالص. انا بتكلم بقى واقف الكوره على الرقبه وكده. من هنا بقى نرسم الخط. هنرسم الخط فين؟ الخط اللي هترسم هنا هيترسم على الكوره. الكوره متقدمه تمام. هو رسم الخط غلط. بس لما رسمه كمان غلط ما كانش في تسلل وبالتالي مفيش مشكله. لكن هو كان ممكن الخط لما يترسم غلط اللي رسمه يعني لو تجيب الخط بقى المخرج معانا يجيب الخط يترسم هتلاقي الخط مرسوم غلط. يعني كمان يعني كان ممكن يعمل شوشره وقلق يعمل مشكله. لان هو لازم ترسم هنا ترسم الخط من الكوره. الكوره اللي اتقدمت دي بقى منها الخط. وبالتالي الكوره لما اتقدمت على المهاجم اللي جاي من ورا لعب الكوره مفيش تسلل. بس هو لما رسم الخط لو يجيب لك انا بقى بس في عندك رسمه خط موجوده لو يجيبها لك بقى تلاقي الخط مرسوم على لعيب اللي هو اللي جاب الجون. وده مش مظبوط. انت ارسم الخط بقى في اللقطه الثانيه من الكوره. مش معقول الخط للاسف يا كابتن جيد. فهو ده انا بقى انا بربط بين التسلل اللي حصل الخطا اللي حصل للحكم للفار لما رسم الخط غلط والخطا اللي حصل برضه في نفس الجون ده اللي هو جون سليم برضه بس رسم الخط برضه غلط. صحيح. فبتكلم اللقطتين اقول لك ان في رسمه في خط غلط في اللقطتين الاثنين. والسبب ان الحكم اللي قاعد على الفار حدد النقط غلط. طيب الكره دي كمان دي حضرتك الكره اللي قلت انها اتلغت غلط. ده هدف سليم. ده الهدف ده سليم مفيش فيه اي تسلل. ماشي. ده دي الكرة خلاص وخلصها الكابتن جاي. طب نشوف اللي بعده يا جماعة. نشوف اللي بعده. ماشي. نشوف اللقطة اللي بعدها وده الخط اهو اللي حضرتك قلت عليه. تمام. ماشي. نشوف اللي بعدها على طول. لسه هنعيدها تاني. ماشي. يلا. طيب ده ضربة الجزاء يا كابتن جهاد. تمام. بص يا كريم اللي بيلعب الكوره رقم 11 سافيو لاعب الاهلي لو حصل اي تلامس من رجل اللاعب المدافع فاركو ولاعب النادي الاهلي تبقى ركله جزاء. لكن اللقطه اللي قدامنا مش اللقطه دي بقى اللقطه اللي جايه اللقطه دي ما بينش حاجه مش ما فيش تاكيد في اللقطه دي. اللقطه الثانيه بقى في لقطه ثانيه ليها اللاعب النادي الاهلي يعني تفادى التلامس بتاع لاعب فاركو بالتالي ما فيش ركله جزاء في اللقطه دي. هتشوف اللقطه الثانيه اللي همجلنا اللقطه دي بقى تؤكد ان مفيش تلامس حصل صح وبالتالي مفيش ركله جزاء موجوده. لو اي تلامس حصل بين مدافع فاركو ولاعب النادي الاهلي ركله جزاء مليون الميه لان اللي لعب الكوره لاعب النادي الاهلي. لكن في اللقطه اللي قدامنا دي مفيش اي تلامس يبقى قرار الحكم صحيح مراجعه الفار مراجعه صحيحه ومفيش ركله جزاء في اللقطه دي. طب معلش كابتن جهاد انا عايز افهم حاجه تحكيميه يعني انا دلوقتي بحاول ابدي نفسي ان انا ما اتخبطش بس هو الراجل داخل دخله قويه جدا وبرونو سافيو هو اللي لمس الكوره كمان هو داخل دخله قويه بس انا حاولت اتفاداه ما يتحسبش برضه ضربه جزاء او فاول يعني لا هتحسب على ايه ما هو يا كريم انا بحسب على انا رد فعل الاكشن اللي حصل من المدافع. انت كمدافع ما وصلتش للرجل احسب عليك ليه ركله جزاء ما فيش خطا. يعني احنا اتكلمنا في الماتش اللي فات بتاع الاهلي لعبه علي معلول الراجل وصل للرجل فلما اتزحلق ووصل للرجل فكان في خطا وركله جزاء كانت صحيحه ما اتحسبتش للنادي الاهلي المباراه اللي فاتت. لكن اللعبه دي الراجل نزل وكان لو وصل للرجل كان هيحسب ركله جزاء لكن هو ما وصلش للرجل وبالتالي نقول قرار حكم صح وقرار الفار صح في المراجعه صحيحه ان مفيش ركله جزاء موجوده. عظيم. نشوف حاله بعد كده. ماشي. نشوف اللي بعده. دي الحالة من ماتش الزمالك كابتن جهاد امام حضرتك. الحالة دي عندك تعليق عليها؟ يعني بنتكلم ان الحكم موجود في مكان ممتاز محمود وفي اهمال واضح من لاعب حرس الحدود رقم 20 ركلة للاعب الزمالك وده باهمال بدون انذار ركلة جزاء صحيحة بدون انذار. الحكم احتسب في الملعب وده المطلوب وحكم الفار راجع على الكورة وركلة جزاء صحيحة تم احتسابها. طيب نشوف اللي بعدها على طول. دي اخر حاله هي دي الحاله بس اللي كانت موجوده في مباراه الزمالك كابتن. ما فيش ماتش الزمالك عموما كان ماتش تحكيميا كان كويس كان ماشي كويس والنتيجه كمان ساعدت الحكم وساعدت طاقم التحكيم لكن هم ادوا مباراه كويسه ما فيش مشكله في التحكيم في ماتش الزمالك والحرس خالص. كابتن جهاد انا دايما بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات بتفيدنا افاده كبيره جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير. طيب جوزالدو فيريرا بعد المباراه قال
مباراه الزمالك وحرس الحدود، ما كناش في افضل حالاتنا رغم الفوز الكبير على حرس الحدود، لسه قدامنا بعض الوقت عشان نصل للمستوى اللي احنا عايزينه. الفارق بين الزمالك وقمه الدوري نقطتين، فزنا في 6 مباريات وتعادلنا في 2، واللاعبون لابد ان يدركوا انهم يلعبون في الزمالك، ومباراه اليوم لا ترضيني. هناك بعض المدربين يحتاجون لاعبين كثيرين، ولكن انا مقتنع بالمجموعه المتواجده معي، ومصطفى شلبي وابراهيم نضاي بيوصلوا التاهيل مع الجهاز الطبي، والجهاز الطبي هو اللي هيحسم عودتهم للتدريبات. كمان ودي نقطه هتكلم عنها شويه، علق على طلب امام عاشور تسديد رجله الجزاء في نهايه المباراه، وقال الكل كان عايز يسدد ضربه الجزاء، وانا كمان نفسي وعايز اسددها، لكن النتيجة كانت تقدم الزمالك بثلاثية، وبالتالي الكل عايز يسجل. وقال إنه هيبقى في وقت يسدد فيه إمام عاشور ومحمد أشرف رؤى والجميع، كل الناس كل اللاعبين عندهم طموح تسديد ركلة الجزاء لأن المباراة كانت انتهت. وقال إذا كان هناك ركلة جزاء وسددها لاعب آخر كانت الجماهير هتسأل عن سر عدم تسديد أحمد مصطفى زيزو لضربة الجزاء. بص بقى اللقطة دي بتاعتنا في رقم 10، امام عاشور لقطه، هتقعدنا من الاول يا جماعه عشان اشوفها معاكم واحده واحده. امام عاشور لحظه تسديد ضربه الجزاء، رجع هو اخر واحد اهو، هو اللي راجع ده، هو اللي راجع على رجله ده لقبل نص الملعب، واقف طبعا كان بيحاول ان هو اللي يسدد، وبعد كده شيكابالا وزيزو اقنعوه ان زيزو هو اللي لازم يشوط. بصراحه التزم، زعلان صحيح، هو زعلان مش المفروض انه يزعل، سجد بعد الهدف. حسام عبد المجيد بيحاول يهديه بس هو كان لسه متضايق، ما راحش احتفل مع اللاعبين بالهدف، واتضايق مباراه محسومه وانا متالق فيها جدا. امام عاشور زيزو خد افضل لاعب عشان سجل هدفين وعمل اسيست، بس في رايي امام عاشور كان افضل لاعب في الزمالك في هذه المباراه، افضل لاعب في المباراه بشكل عام، وعامل شغل عالي جدا، وكرات الطوليه اللي بيعملها مش طبيعيه. بس اللي عمله نادي الزمالك جهاز فني ولاعبين هو الصح 100%، هو الصح 100%. احنا لسه من كام يوم عاملين نتكلم في قصه قفشه. انت صحيح كسبان 3-0، بس مش معناه انه اي لاعب بقى، اي لاعب في الملعب بما اننا كسبانين 3-0 ياخد الكوره ويخش يشوطها. لا، في ترتيب. الترتيب ده لو انا كسبان 12-0 همشي على الترتيب ده، رقم واحد موجود في الملعب يبقى هو اللي هيشوط، رقم واحد مش موجود يبقى رقم اتنين، وهكذا. فالزمالك عمل الصح، جهاز فني عمل الصح، احمد مصطفى زيزو عمل الصح انه ما سابش الكوره لامام عاشور. وامام عاشور في رايي ما افورش، يعني ما عملش ازمه، ما دخلش اتخانق مثلا وشد الكوره وانا وزعلان وبتاع، اتقمص. شوف انا انا بستخدم اللفظ اتقمص شويه، وقف بعيد. فبرضه مش عايز الناس تروح دبح زيزو، يعني عفوا امام عاشور، يعني ايه القمصه ملهاش لازمه، مش لازم يعني، مش لازم تعملها، وما كانش لازم اصلا تقول انا عايز اشوط. خاصه زي ما جوزفالدو فيريرا قال، لو انت اللي كنت دخلت شوت كانت الدنيا قامت عليك. هو ليه مصطفى زيزو ما شاطش؟ هو الجهاز الفني كان قاعد بيعمل ايه؟ هو مش المفروض احمد مصطفى زيزو هو اللي رقم واحد؟ ولو سلام بقى لو كنت ضيعتها كمان، كنت انت نفسك بعد التالق ده كله خدت الهجوم كله، زي ما حصل مع قفشه بالظبط، نفس الحكايه. نفس الحكايه. فانا شايف انه الجهاز الفني للزمالك تعامل بشكل سليم، وشايف انه مفيش ازمه كبيره عند امام عاشور، مش حكايه، مش قصه يعني نقف عندها كتير، بس هي الصوره جت النهارده وعلق عليها شوتالتو فريرا، عشان كده كمان حبيت اعلق عليها. طيب في قصه تانية، احمد مصطفى زيزو النهارده فاز بجائزه افضل لاعب في المباراه، ورفض استلام جائزه افضل لاعب في المباراه بسبب اعتراضه على الاختيارات اللي بتتم للاعب الجوله، وعدم اختيار اي لاعب من الزمالك خلال اول 7 جولات. طيب تعالوا نمشي واحده واحده بهدوء، بدون عصبيه، بدون اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اي حاجه، بهدوء تماما. اولا كده، لا كنت احب ان زيزو ياخد جائزه افضل لاعب في المباراه، جائزه افضل لاعب في المباراه اللي بيختارها بحسب ما اعلنت رابطه الانديه 3 من محللي الاداء بيشوفوا لا اكتر لاعب عمل ارقام كويسه في المباراه وبيدوا له الجائزه، يعني دي مش جائزه جماهيريه، تمام؟ فهو يستحقها النهارده، مسجل هدفين وعامل جول كمان لشيكابالا، فاكيد هو يستحقها، مش محتاجه محلل اداء، هو اللي هياخدها. خلاص انا رايي انه كان ياخدها. بس في نقطه مهمه،
رابطه الانديه مشكوره حلوه انها بتطور، يعني بيبقى في جايزه اللاعب بعد كل مباراه، في جايزه اللاعب الجوله بعد كل جوله، ده حلو، ده شيء حلو وتحفيز رائع جدا. بس تحديدا بتاع لاعب الجوله دي انا مش مع فكره انها تبقى باختيار ناس على السوشيال ميديا، بما انها رابطه الانديه. يعني ايه؟ يعني مثلا لما الاهلي يطلع يقول لجماهيره اختاروا افضل لاعب في الاهلي في الجوله دي او في المباراه دي، ده عادي، ده السوشيال ميديا عادي الناس تختار. انا اشوف الصوره. امشوا معايا واحده واحده يا جماعه، يعني سيبوني اخلص الكلمتين وبعد كده نخش على القصه دي. دلوقتي انت اخترت لاعب الجوله، عشان بس راحت مني الكلمه، الاهلي بيطلع في صفحته الرسميه يقول يلا يا جماهير الاهلي اختاروا افضل لاعب في النادي الاهلي في الجوله دي، فيختاروا بقى ديانج، يختاروا قفشه، يختاروا برونو سافيو، يختاروا اللي يحبوه. تمام، الزمالك يطلع يقول لجماهيره على صفحته والله يا جماعه عايزين افضل لاعب في الزمالك في المباراه دي، يختاروا سين، يختاروا صادق، يختاروا زيزو، امام عاشور، شيكابالا، براحتك جمهور الزمالك. لكن بما ان انا رابطه الانديه ما ينفعش احط نفس المعايير اللي بتعملها الانديه. بمعنى ايه؟ هشرح لك. يعني رابطه الانديه لما اخش على السوشيال ميديا واقول للجماهير اختاروا افضل لاعب في الجوله، انا مشجع للاهلي، هختار مين؟ لاعب الاهلي حتى لو مش هو كان احسن واحد، هختار اللاعب بتاعي. انا مشجع للزمالك، هختار مين؟ مشجع لاعب الزمالك وانا مغمض كده. يا عم طب ما بتاع الاهلي كان احسن. لا انا مثلا راجل اعلامي مثلا هطلع اقول لك انا حيادي، انا اختار اللاعب بتاعي. تمام؟ فهيبقى فيها ظلم كبير للكل، مش كل مره هتطلع بشكل مثالي. يعني ممكن احنا كلنا شايفين مثلا ايه؟ انه فلان اللي هو بيلعب في الاتحاد او في الاسماعيلي او هو افضل لاعب، بس معاه اتنين من الاهلي والزمالك، لازم واحد فيهم اللي هيكسب. طب هقولها لك بشكل صريح اكتر شويتين ثلاثه. السوشيال ميديا جماهير الاهلي على السوشيال ميديا ممكن تبقى اكتر شويه من جماهير الزمالك، فهيختاروا دايما لعيبه النادي الاهلي، فعشان كده هتلاقي بطبيعه الحال لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتكسب الجائزه كل جوله. ولو لعيب من النادي الاهلي مش موجود زي اخر جوله اللي كان فيها منافسه بين احمد الشيخ ويوسف اسامه نبيه، فعشان جماهير الاهلي هتخش تصوت لاحمد الشيخ، فاحمد الشيخ اللي هياخدها مش يوسف اسامه نبيه، وهنفضل ماشيين في اللغط والجدل ده. طيب مشكوره رابطه الانديه ان عملت كده، انا مش بلومهم وبقول لهم انتوا ازاي ده غلط ومش عارف ايه، لا بالعكس هم بيحاولوا بالعكس يدوك جوائز، بس ادينا اتعلمنا بعد كام جوله انها ما بتديناش نتيجه صحيحه 100%، ما بتديناش نتيجه صحيحه 100%. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل زي ما بيعملوا في انجلترا وكل دوري في العالم. رابطه الانديه في انجلترا بتعمل ايه؟ هاتوا لنا بقى الصوره بتاعت رابطه الانديه. جايبين لجنه خبراء، لجنه خبراء، لجنه الخبراء دي من اساطير واسماء كبيره في انجلترا، ليها الجزء الاكبر في التصويت، الناس بتوع كوره بقى ليهم الجزء الاكبر في التصويت، وحاطين 10% فقط للجماهير. بص الاسماء دي، اللجنه اللي بتختار الافضل في كل شهر جائزة لاعب الشهر في الدوري الانجليزي، مين بقى ومدرب الشهر؟ على سبيل المثال لا الحصري، يعني عشان مش هقول لك الاسماء كلها، انا هقول لك اشهرهم، يعني جيمي كارجر طبعا، براون، هتلاقي ريو فيرديناند، هتلاقي رايان جيجز، هتلاقي انا بقى بشوف لك الاسماء، جاري نيفل، الاسماء الاشهر يعني، اين رايت، اساطير، الان شيرر، تمام، اليكس سكوت، تمام. فدي دي ابرز الاسماء اللي موجوده، يعني اسماء لما تيجي تختار، كمان لما تيجي تختار الافضل هنبقى مصدقينهم، هنقول اه دول اسماء واساطير، حتى بقى لو فيهم اهلاويه زملكاويه من اسماعيلي من مصر، بس هات لجنه هي اللي تختار الافضل في الاسبوع في الجوله، ومعاهم نسبه، يعني في الدوري الانجليزي حاطين 10% بتصويت الجماهير، يعني صوت الجماهير ده ب 10% من الاختيارات. ماشي، سيبي الناس تشارك معاك وتلعب معاك، بس انت مش هدفك اكيد كرابطه الانديه انك تزود الريتش على الصفحه بتاعتك ولا على تويتر، فبتقول ايه انا هسيبها مفتوحه عشان الناس كلها تقعد تصوت وتجيب ارقام كويسه. ده الاهلي، صفحه الاهلي تفكر فيه، ده صفحه الزمالك تفكر فيه، لكن اللي ماسك الانديه كلها ما يفكرش بالطريقه دي. انا متاكد ان في حسن نوايا عند رابطه الانديه، ما كانتش في دماغهم انها ممكن تروح للسكه دي، بالعكس هم كانوا عايزين فعلا يسيبوا الناس كلها هي اللي تختار، وفي الاخر نقول دي جائزه اختيار الجماهير، بس ده اثبت اهو، مش كلامي، اثبت انه مش صح، فتعالى نعدلها، مش عيب نعمل لجنه كده، مش لازم يبقى فيها كل العدد ده، نعمل لجنه ان شاء الله فيها 6 7،
8 ونقول هم دول اللجنه اللي بتختار ومعاهم تصويت او نسبه 10% من تصويت الجماهير تتحط في المجموع النهائي للافضل. سهله وبسيطه اهو. ده اللي كنت لسه بقول لكم. بص هما كاتبين رابطه الانديه عشان تعرفوا برضه ان هو بتصويت الجماهير مش بتصويت يعني حسب رابطه الانديه بناء على ردودكم. مفيش حاجه اسمها يعني المفروض تبقى حتى ماشي. بناء على ردودكم المنافسه المحصله بين هذا الثنائي سنقوم باختيار لاعب الجوله السابعه من الدوري المصري لموسم 2022-2023 حسب تصويتكم عبر منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بالمناسبه احمد الشيخ هو هداف الدوري لاعب غزل المحله، يعني ممكن يبقى فير جدا ان هو خدها بالمناسبه يعني، وان كان يوسف اسامه برضه تالق فير ماشي يعني. انا لا الوم ان احمد الشيخ مثلا كسبها يستحق، بس لما تيجي تخلي بقى تقول ايه في لجنه وتعلن اسماء اللجنه دي كمان زي ما معموله في الدوري الانجليزي تقول اللجنه دي هي اللي اختارت، خلاص بقى انت يعني بص انا مش هتكلم معاك، انا ساعتها هنا بقى مش هتكلم معاك خالص ولا هيبقى عندي اي مشكله معاك. طيب نروح لخبر مهم. البطل المصري مينا عبيد قدر انه يحقق الميداليه الذهبيه بالوزن الثقيل برفع 355 كيلو جرام في مسابقه الدات لافت الخاصه بالقوى البدنيه وتحقيق رقم عالمي جديد، حيث ان الرقم السابق المسجل باسمه 345 كيلو جرام، وذلك في ختام بطوله مستر اولمبيا العالميه واللي اقيمت في ولايه لاس فيغاس الامريكيه. مينا عبيد فاز بلقب اقوى رجل في العالم في رفع الدات ليفت في 3 سنوات متتاليه، ورغم اصابته في البدايه الا انه فضل المشاركه وتحمل كل الضغوط وتحامل على نفسه مع منتخب بلده مصر وساهم في رفع علم مصر في اقوى البطولات العالميه في عالم الاحتراف. انجاز عظيم، انجاز يحسب له، انجاز يستحق كل الاشاده. مينا عبيد البطل المصري الكبير معانا عبر سكايب. يا مينا مشرفنا ومنورنا يا بطل. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انجاز عظيم جدا وانجاز رائع ودايما مفرحنا ودايما رافع راسنا كده على طول. اشكرك جدا اشكرك جدا اشكرك. اخبار معاليك يا فندم؟ وانا بقدمك. انت راجل تعرضت لصعوبات كثيره جدا تحديدا في الاصابه، ورغم كده دايما انجازات على طول. احكي لي الصعوبات اللي عدت عليك عشان توصل في الاخر لهذه المرحله اللي ترفع فيها علم بلدك لفوق. الحمد لله. اولا على كل حال، قبل البطوله دي بثمان اسابيع جاتني اصابه في عضله الكتف، قطع في جزء في عضله الكتف، فطبعا وقفتني عن التمرين لمده اخر 8 اسابيع قبل البطوله. بس الحمد لله قدرت اني اشارك برضو في البطوله واعمل رقم جديد السنه دي، اللي هو يعني انا كسرت الرقم اللي كنت عامله السنه اللي فاتت، لان هو رقم كان مكتوب برضو باسم رقم العالم السنه اللي فاتت، والسنه دي الحمد لله ربنا وفقني وقدرني برضو قدرت اكسر رقم اللي هو بتاع السنه اللي فاتت اللي هو 355 السنه دي، السنه اللي فاتت كانت 345. هايل جدا. ايه اصعب المراحل كانت في البطوله ديت؟ يعني ايه اصعب المراحل اللي انت عديت عليها؟ هو بصراحه البطوله دي كلها كانت كل حاجه كانت فيها صعبه. يعني انا من اول ما بدات الاصابه من 8 اسابيع كان التشخيص بتاع الحاله اللي عندي محتاجه يا اما عمليه يا اما بقعد 6 شهور من غير تمرين لحد سنه، ولو عملت عمليه بتبقى نفس النتيجه برضو. فدي طبعا اول حاجه مريت بيها الاصابه. صح. بعد كده في البطولة دي السنة دي من ضمن الحاجات اللي كانت يعني على اللاعب ذات نفسه انها تكون صعبة حتى لو مش مصاب او كده، اختلاف طريقة اللعب. يعني هم جابوا تكنولوجيا جديدة، بارات جديدة لسه معمولة، فالبارات دي اصعب بكتير جدا في اللعب لان محدش متعود عليها. تمام؟ يعني البار في الديد ليفت بيبقى ليه اداء معين والحجم بتاعه مختلف، فبيبقى صعب جدا. يعني مثلا لو انت بتشيل 350 البار ده ممكن يخليك تشيل 310 320، لان هو البار بيبقى في حاجات التكنيك بتاعه في الـ في الـ في الـ في الـ في الاستابيليتي اللي هو الهزه بتاعته بتبقى في حتت مختلفه. فطبعا دي كان من ضمن الحاجات. ثالث حاجه طبعا ودي بتبقى حاجه متوقعه للاعب، ان البطوله تكون زحمه وفيها ناس كتير. فأنا بالنسبة لي الثلاث حاجات دول هم اللي واجهوني في البطولة دي. أولا بداية الإصابة،
بدايه ان انت في البطوله تلاقي في حاجه جديده طلعت تماما، لان انت حتى لو بتبقى في البطوله تبقى عارف انا رايح هعمل الرقم ده الاول وبعد كده التاني وبعد كده التالت، لان هما 3 محاولات بس. طبعا انت لما بتخش بتلاقي البار مختلف، وشفت كل اللعيبه اي حد بيخش يشيل بالبار ده بيقع على طول. صحيح. فدي كانت تاني حاجه. وتالت حاجه طبعا ان هي البطوله كانت زحمه جدا السنه دي. انا مع يعني غير كل سنه خالص. الاعداد كانت مهوله السنه دي. صحيح. طب انا عايز اسالك سؤال قد يبدو سهل، بس يعني ايه، احترم ان انا ما بفهمش قوي في القصه دي. ايه الفرق بين مستر اولمبيا للقوى البدنيه ومستر اولمبيا العامه ديت او المسابقه العامه؟ يعني ايه الفرق من الاثنين؟ هو كاسم بطوله هي بطوله واحده. تمام. بس اختلاف مجالات. تمام. يعني اولمبيا هي مستر اولمبيا. تمام. يعني هو المسمى هي نفس الفئه. تمام. بس الرياضه مختلفه. مفهوم. يعني في اولمبيا باور ليفتنج، في البادي بيلدينج، في الفيزيك، والفيزيك يعتبر جزء برضو من عرض كمال الاجسام، بس بطريقه يعني مش بادي بيلدينج زي الاوزان زي اللي احنا عارفينه. وفي الكلاسيك، وفي بيبقى فيها جزء سترونج مان. هو الموضوع ان مستر اولمبيا دي هقول لك اختصار مفهوم ايه، ده اعلى فئه اللي هو فئه البروفيشنال في الالعاب الرياضيه اللي احنا قلناهم دول. تمام. يعني انت بتوصل، انت لازم تكون واصل لمرحله ان انت لعيب من المحترفين، لان هي مستر اولمبيا ملخص الاسم ان دي بطوله محترفين. مفهوم. فاي رياضه موجوده تحت مسمى مستر اولمبيا فمعناها ان اللعيب ده بيلعب باللعبه دي في الاحتراف بتاعها. صحيح صحيح. بس كده. البطل المصري مينا عبيد، بطل لقب مستر اولمبيا للقوى البدنيه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الإنجاز العظيم، دايما مشرفنا ودايما رافع راسنا لفوق. أنا بشكرك شكرا جزيلا. طيب النهارده أيضا طلع الجيش فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد، هدف لأحمد سمير في الدقيقة 33. فوز كان محتاجه طلائع الجيش بشكل كبير جدا. زي ما قلت لكم هنتكلم كتير عن مباريات اليوم، مباراة الأهلي، مباراة الزمالك، مباراة دي اللقطات بتاعت مباراة طلاع الجيش أحمد سمير وهدف المباراة الوحيد. طلاع الجيش عندهم فرقة محترمة جدا بصراحة، فرقة محترمة جدا، وخدوا كده كم مباراة صعبة ورا بعض، بس قدروا يعني يرجعوا تاني لسكة الانتصارات. والمباراة النهاردة قدام فريق قوي جدا، البنك الأهلي من الفرق المحترمة جدا، يقدر يفوز النهاردة، فدي نتيجة رائعة جدا. طيب نكمل مع حضراتكم. زي ما قلت لكم الاهلي والزمالك اليوم، تحديدا الاهلي، مباراه الاهلي وفاركو الزمالك وحرس الحدود. الاهلي هجوميا الشوط الاول كان رائع جدا جدا جدا، ولكن دفاعيا في اول هجمه امام فاركو دخل في هدف التعادل، بعد ما كانت النتيجه ممكن تروح لصالح النادي الاهلي بفارق كويس في الشوط الاول وتنتهي المباراه مبكرا. اما مباراة الزمالك وحرس الحدود، فالزمالك رغم ان هو فاز ب 4-0 الاداء ما عجبش لا جوسفالدو فريرا ولا امير مرتضى، وقالوا انه في احسن من كده في المستقبل، وانه الفوز لوحده او النتيجه الكبيره ما بتخدعناش، وانه لسه يقدر الزمالك يعمل حاجات احسن. طيب زي ما قلت لكم هيكون معايا دلوقتي الصديق العزيز محللنا الرائع محمد جمال، يقول لنا اراؤه في مباريات اليوم. جيمي وعوده بجوار البورد بعد كاس العالم. يا جيمي عامل ايه حبيبي؟ يا كيو اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد كله لله. حلو زي الفل. نبدا بايه؟ نبدا بقى حسب ترتيب اليوم الأهلي. بمباراه الاهلي وفاركو. واول ما نبتدي ونتكلم على الاهلي هنربطه بالزمالك. وبعدين نتكلم تفصيليا على الاهلي. يلا. الاهلي حاله الزعل من جماهيره في المباراتين الاخيرتين، لما نيجي نختصر المشاكل هنقول في مشكله في التسجيل، في مشكله في الشق الهجومي في النادي الاهلي، في مشكله في ترجمه الشغل الفني والشغل اللي بيعمله كل شق الهجومي اللي بيشغله مارسيل كولر عليه في التدريبات وترجمته الى اهداف. خليني قبل ما نروح للبورت يجهزوا لنا الجرافيك بتاع الارقام، بتاع ارقام النادي الاهلي الهجوميه
وفي بعض النقاط هنقارنه بالزمالك. هايل. هنقارن ليه رغم تصدر الأهلي للدوري بفرق نقطتين على الزمالك. دي أرقام الأهلي الهجومية في الدوري. الأهلي سجل 16 جول. 16 جول ده مخليه في المركز الثاني بعد الزمالك ب 17 جول. يعني الدنيا قريبة جدا. تمام. كأرقام. صح. الأهداف المتوقعة للأهلي هو الأعلى في الدوري باي فار، بفارق كبير جدا عن المركز الثاني. يعني إيه الأهداف المتوقعة؟ أشرحها. الأهداف المتوقعة يعني الفرص اللي نسبة التسجيل منها كبيرة. صح. يعني المفروض الأهلي اللي مسجل 16 جول كان يجيب 28 كان يجيب 29 جول. آه. ده الطبيعي. ماشي. لما أكون بتكلم عن النادي الأهلي متصدر الدوري. أو لما نروح للزمالك هنعرف بقى الترجمة بتبقى عاملة إزاي والمشكلة فين في الزمالك والمقارنة من الرقمين عاملة إزاي. حلو. فالرقم ده دقة تحويل الأهداف أو الكونفيرجن ريت، الأهداف المتوقعة اتسجل منها قد إيه، فنلاقي إن مهاجمين النادي الأهلي سجلوا بنسبة 56%. يعني الأهلي بيضيع نص الفرص اللي بتجيله في كل المباريات. نروح للي بعده، الأرقام اللي بعدها. أعلى لاعب النادي الأهلي استغلالا للفرص هنلاقيه مسجل هدف واحد اللي هو حسين الشحات، اللي بعديه برضه هدف واحد. هدف واحد من كام يا كريم؟ من 0.64، يعني 64%. يعني ايه 64%؟ يعني فرصه ما كانتش المفترض تسجل قوي. يعني هو كل الفرص اللي جات له جات له فرصه واحده ونسبه او احتماليه دخولها مش كبيره. ماشي. اللي بعديها شادي حسين جاله فرصه وحيده وربع تقريبا 1.18 سجل منها هدف. احمد عبد القادر سجل هدفين من اقل من فرصتين محققتين للتسجيل. دول افضل اللعيبه في النادي الاهلي اللي حولت الفرص المحققه لاهداف. نروح للي بعده. وحسين الشحات رقم واحد. وحسين الشحات رقم واحد طبعا. مفاجاه. طيب من هو أسوأ لاعب في النادي الاهلي استغلالا للفرص؟ قفشه. محمد مجدي قفشه. لم يسجل حتى الان من تقريبا 3 ل4 فرص محققه خلال الدقائق اللي خدها محمد مجدي قفشه مع النادي. في رقم تاني مميز لقفشه، لكن هنا الرقم سيء جدا ان يجي لك 4 فرص محققه ولا تستطيع التسجيل في اي منها. اللي بعده برضو رقم صادم جدا، صناعه الفرص. مين افضل لعيبه صنعه الفرص؟ وهربط لك ده بالرقم اللي بعده. علي معلول هو افضل من صنع فرص محققه للنادي الاهلي حتى الان في الدوري. الظهير الايسر للنادي الاهلي هو الافضل في الصناعه. ده رقم واحد. منطق. اللي بعده محمد مجدي قفشه، ده رقمه المميز. راجل في البوزيشن بتاعه صنع 18 فرصه في 8 مباريات ولم يشترك في معظمهم بشكل اساسي. كريم فؤاد اللي بعده 8، واحمد عبد القادر 8 في المركز الثالث. وقف هنا قبل ما نروح للي بعده. المركز الرابع بقى احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بالتساوي. 8 و8 بالتساوي. مفيش برونو سافيو هنا. لا، برونو سافيو صنع 6 بعديهم، بس احنا اكتفينا بالاربعه الاوائل. ماشي. بص يا كريم، الاعلى صناعه للاهداف بقى، خلي بالك في صنع فرص وصنع اهداف. مين الاعلى صناعه للاهداف في النادي الاهلي؟ علي معلول 3 اهداف، محمد مجدي قفشه 3 اهداف. روح للي بعده لو معانا اللي بعده. الزمالك بيقول لي مش حاجه. طيب خلاص خلينا دي قبل نروح للزمالك. فلما يكون علي معلول صنع 20 فرصه محققه للتسجيل اتسجل منهم 3، محمد مجدي قفشه صنع 18 فرصه للتسجيل اتسجل منهم 3، 3 من 20. هل هذه هي ارقام الخط الامامي للنادي الاهلي؟ علامه استفهام مش عندي، عند مارسيل كولر حتى اللحظه اللي كلمتك عليها هنا يا كريم في نفس المكان ده واحنا في فتره كاس العالم، وقلت لك صداع في راس مارسيل كولر مركز المهاجم. الارقام اللي انا بقولها دي ترجمه ان الراجل عمل كل اللي المفروض يتعمل عشان يصنع النادي الاهلي، هو الاكثر صناعه للفرص المحققه في الدوري بلا جدال وبعيد قوي عن اللي وراه، لكن الترجمه وتحويل هذه الفرص لاهداف ازمه كبيره وصداع عنده وعند جماهير النادي الاهلي. اللي بعده بقى نروح لنادي الزمالك. النادي الزمالك سجل 17، قريب جدا من رقم النادي الاهلي، في 8 مباريات سجل 17 و6 تقريبا نفس المعدل. طيب الاهداف، بص بقى على الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي كده. للزمالك زيهم تقريبا. يعني 17 من 18. عشان بس نسهل الرقم على الناس. 17 هدف تم تسجيله من 18 فرصه محققه. نستنتج ايه؟ تحويل الاهداف عند نادي الزمالك او الكونفرجن ريت عظيم، مش رغم السنه دي رغم ان الفرص الاكتر عند الاهلي. لا، هو الزمالك عنده فرص وفيها ازمه كبيره جدا. وفي رقم عظيم جدا عند الزمالك، ان انا جالي 18 فرصه جبت 17 جول، مش احسن من كده. الزمالك السنه اللي فاتت خد الدوري بالطريقه دي. الزمالك السنه اللي فاتت عدد اهدافهم على الاهلي تقريبا ايكوال 66 66. الاثنين الناس لامت ليه على الاهلي؟ لان الاهلي كان مفروض يسجل 86 هدف، الزمالك كان مفروض يسجل 69. يعني الكونفرجن ريت اللي عند الزمالك ده من السنه اللي فاتت.
التحويل ده عن الزمالك من السنه اللي فاتت. فاحنا بنتكلم هنا دقه تحويل اهداف الزمالك 95% في الاهلي كانت كام؟ 56%. ده ينقل لك الحالتين الهجوميتين عند المقارنه داله جدا على وضع الفرقتين. الزمالك عنده ازمه في الصناعه لكنه عظيم جدا في تحويل ده. الاهلي عظيم جدا في الصناعه هو الافضل في الدوري لكن عنده ازمه عظيمه جدا في تحويل هذه الاهداف وهذه الافكار بتاع مارسيل كولر. عشان كده اخر الملامين على حاله الاهلي الهجوميه خاصه في الثلاث اربع مباريات الاخيره هو مارسيل كولر اخر الملامين. لكن في ازمه كبيره في الخط الامامي تحديدا في مركز المهاجم او راس الحرب. نروح للي بعده. يلا خلاص ماشي خلصنا كده الارقام. نروح بقى للشكل اللي لعب بيه النادي الاهلي النهارده. قلت لك الازمه عند النادي الاهلي هي الجزء الامامي. الاهلي لعب النهارده بال 4-2-3-1. اول ازمه عند النادي الاهلي ونمسكها من الخط الخلفي هنا اهو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم عنده ازمه كبيره جدا في الخروج بالكوره وعدم ثقته في الخروج بالكوره وعدم ثقه مارسيل كولر فيه كبيره. بيلعبه وقت ما منع مش موجود صح مخليه مهزوز حتى في الحاجات اللي كان بيعملها بسهوله ياسر ابراهيم. الالتحامات وانه ازاي يمسك طول عمر ياسر ابراهيم مدافع جيد جدا في المسك المان والماركينج بيعملهم بشكل جيد صح. النهارده تلاقي ازمه كبيره جدا لو نبتدي بالهدف اللي دخل فيه النادي الاهلي. هدف ينم عن كميه من اللا تركيز غير طبيعيه، كميه من اللعيبه اللي بتطلع اوت اوف بوزيشن بلا مبرر غير طبيعيه، كميه من الاخطاء المركبه بدات بعلي معلول لما تجهز اللقطه هنتكلم عليها لحد ما تجهز، بدات من خروج علي معلول عشان يقابل طلع اوت اوف بوزيشن فضي مكانه ياسر معوضش مكانه. ولما نيجي بقى عند اللقطه ونثبت على محمد الشناوي واقول كلام كتير جدا اللقطه جاهزه معانا يا جماعه اللقطه تجهز خلينا على البورد لحد ما يجهزوها. فالاهلي بدا بشكل المعتاد يا كريم. الجبهه دائما وابدا الجبهه الاخطر في النادي الاهلي جبهه علي معلول واحمد عبد القادر. جبهه صناعه الهدف الاول لما يجهز معانا الهدف الاول برضه نعرضه بتاع النادي الاهلي. علي معلول من هنا عمل الايرلي كروس بدري جدا. ايرلي كروس بقى اسيست معتاد من علي معلول يروح احمد عبد القادر وفرق الكواليتي في الانهاء. لان الاهلي ضيع كرات كتير جدا الشوط الاول من برونو سافيو من كريم فؤاد حتى احمد عبد القادر نفسه لما صنع لم تترجم من قفشه. كل لاعبي الخط الامامي في النادي الاهلي اضاعت فرص سهله جدا صعبت المباراه جدا عليهم. ومتفق جدا ان الاهلي كان ممكن يتقدم بالهدف الثاني الهدف الذي لم يحتسب. كنت سامع الكابتن جهاد جريشه بيعلق عليه قبل الهوا كان يغير الامر كتير وكان الاهلي هيروح في الاتجاه طيب. المعتاد بتاع الحالات بقى على طول عشان ما ياخدناش يلا بينا خلاص يلا هنبتدي باللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي. الجبهه الاخطر باس معتاد من علي معلول افضل صانع للاهداف في النادي الاهلي والفرص. انهاء ممتاز من احمد عبد القادر. بيقول لك هو ليه احمد عبد القادر احيانا الناس تبقى غضبان عليه وليه بيفضل موجود في الملعب. اكتر لاعب في النادي الاهلي عنده حلول بيشتغل انسايد زي ما الراجل بيطلب بيسيب الخط لعلي معلول. بص الكات انسايد زي ما الكتاب قال صح. ضرب التسلل راح ما فكرش ما استلمش ورجع تاني رجع تاني لمده جزء من ثانيه بس ماشي 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 ساب الكوره دخل رفع عينه ارجع تاني معلش ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني كمل كمل انا كنت عايز ترجع من عند عبد القادر وبيرفع دماغه كملها وبعدين وقف لي اول مع عبد القادر يستلم بكمل كمل 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 بص بس وقف ارجع بص يا كريم هو رفع دماغه قبل ما يحط بطن رجله في الكوره شاف الجون واقف فين وهيحط الكوره فين رفع الدماغ وتفصيله بسيطه بس هي اللي خلت احمد عبد القادر يسجل النهارده. اللي بعده خلاص مشي لقطه الجون هات الكوره اللي بعديها. الاهلي لازال بيعتمد على الجبهه اليسرى يا كريم لكن في حاجه اكبر. بص نفس الجبهه اليسرى نفس الشغل محمد مجدي قفشه مايل مع احمد عبد القادر ووجود علي معلول نفس الفكره اللي بيعتمد عليها. وبالمناسبه وقف هنا محمد مجدي قفشه عارف حاله الغضب الجماهيري اللي عليه. محمد مجدي قفشه تاني عدد دقائق اقل بكتير وهو تاني افضل صانع للفرص في النادي الاهلي اللي هو في مركزه. فالناس بتحكم احيانا بالعاطفه غضبها من موقف او معاهم حق لكن في النهايه نتكلم كوره. انت الراجل ده بلاي ميكر بيصنع لك بالنسبه لعدد الدقائق اللي عملها خمس لو اتكلمنا على كل 90 دقيقه بيصنع خمس فرص. انا عايز ايه من بلاي ميكر تاني انه يصنع لي خمس فرص في كل 90 دقيقه بيلعبهم. كمل اسيست ممتاز تحرك وكات انسايد عظيم من افضل لاعب بيطلب الكوره في الدوري المصري دلوقتي. وقف هنا كريم فؤاد افضل لاعب بيتحرك في المساحه وبيطلب الكوره وبيروح لها ما بيستناش يستلم في رجله ويروح يقابل. هو كريم فؤاد هدف زي ما قال الكابتن جهاد جريشه هدف يبدو انه صحيح
وتم الغائه كان هيسهل الامور كتير على النادي الاهلي. اللي بعده اللي بعده نشوف الكره اللي بعدها. الكره اللي بعدها ده هدف هدف الفوز. وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا. بص يا كريم لقطه لقطه احنا معناش وقت يعني نعرض الحالات بتاعه الماتشات اللي فاتت. لقطه مكرره الاهلي لما الكوره بتكون بتتحرك وبلعب من اوبن بلاي بحط كروس من اوبن بلاي التحركات دايما على البعيده ترد على جوه. يعني الكروس اللي هيتعمل دلوقتي ده كان المفروض هيتحط على البعيده يا بيروح له ياسر ابراهيم اكتر لاعب يقدر ياخد الكرات العاليه يا بيروح له ياسر ابراهيم يا بيروح له الجناح العكسي بيروح عشان يرجع يصلحها تاني جوه بتكون الرقابه اسهل بكتير. كمل كمل. وهنا لازم اثني على حسين الشحات للمباراه الثالثه على التوالي. بيلعب عدد دقائق قليل مؤثر جدا صنع في المباراه الماضيه صنع النهارده البري اسيست ليه برونو سافيو الكروس دقيق جدا من المرات النادره. وخليني اقول لك رقم سلبي جدا بالنسبه للكروس يا كريم النادي الاهلي النهارده 25 عرضيه 4 عرضيات فقط ناجحه. ده بالنسبه لي ليه معنيين. المعنى الاولاني في ازمه عند المهاجمين في ان هم ازاي ياخدوا الكرات العاليه او الاريلز. الازمه الثانيه ان الكروس ما بيعديش اول مدافع ودي مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي. جوده الكروس جوده الكروس نفسها فيها مشكله كبيره. بص التحرك يا كريم وكمل كمل حط حط الكروس. انا عايز اللعبه دي في كادر انا عايز اتكلم عليه لمده دقيقه. كمل الهدف طبعا يعني الهدف 10% لمحمد شريف والباقي لحسين الشحات و وبرونو سافيو. انا عايز بس اللقطه دي في لقطه عايز اتكلم عليها لو لو معانا الكادر مش عارف الكادر يجيبها ولا لا. في لقطه لي ايوه هي دي اللقطه اللي انا كنت عايز ارجع 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 هاتها دي اي بالك هي ارجع هاتها دي الاولى اولى قبل ما اجيبها هي بس خلاص هي. انت شايف ايه في اللقطه يا كريم؟ ارجع ارجع لا ارجع ارجع بعد ما حسام خد الكوره. ايوه ايوه اشكرك اشكرك اشكرك. النادي الاهلي بيسجل في الدقيقه 96 يا كريم وعايز ياخد الكوره عشان يرجع بيها على 18 عشان يرجع بيها يسنتر. انا ما شفتهاش في حياتي. ليه؟ ده بيقول لك ايه؟ هناك حاله من اللا تركيز. اللعيب داخل الملعب وهو مش دريان هو بيعمل ايه. اصل حضرتك بتشيد بيها. بتشيد بيه ايه؟ مستحيل مستحيل. عارف لو الدقيقه 80 اقول لك عايز يجيب الثالث. انما الدقيقه 96 عدت 96 الحكم اللعيبه هتسنتر والحكم هيصفر. تاخد الكره ترجع بيها تروح بيها فين؟ انت كسبان. ماذا تفعل يا حسام يا حسن؟ ده مش هدف التعادل. ده مش هدف التعادل ده هدف الفوز. ماذا تفعل يا حسام يا حسن؟ لقطه ما اظنش ما اظنش الناس خدت بالها منها. لكن لقطه غريبه جدا. انا لسه واخد بالي دلوقتي. لقطه غريبه جدا جدا جدا. عارف هو لعيب النادي الاهلي متعود على كده يعني اللي هو ايه انا هروح اسجل هدف بس خلاص الوقت بيخلص. ده بالعكس انت عايز تهدي اللعبه بقى خلاص. ده 97 هو الحكم فعلا عشان يعني يدي فرصه لان كان في توقف حصل لمده دقيقه ونص عشان يدي فرصه كمان نص دقيقه هجمه لفاركو ساب لهم الكره. الكره راحت هجمه فاركو. هو افتكر هو افتكر افتكر بعد ما خد الكره وراح قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انت بتعمل. فانا بالنسبه لي هي مبرره حاجه واحده حاله من اللا تركيز. ويمكن كان في لقطه سابقه بس بلاش عشان ما يبقاش بنقصه على حسام يعني برده في نفس الاتجاه. فهو تاني اللعيب لازم ينزل من على البنش يا كريم يبقى مركز قوي قوي يبقى ان في المباراه اكتر من كده. فانا بالنسبه لي لقطه انا مش يعني هي لقطه غريبه جدا والله انا مش شايفها زياده تركيز على قد ما هو زياده توتر. يعني هو ما هو التوتر بيعمل قله تركيز بالظبط يعني من كتر يعني. من كتر ما هو عايز بسرعه كان متحمس هو ما خدش باله انه كده المباراه خلصت خلاص. لا وان الاهلي كسبان الاهلي كسبان فدي ازمه كبيره. بس هي لقطه طيب لقطه الجول لقطه الجول بتاع فاركو عشان نمشي شويه عشان نلحق نقول مباراه الزمالك. طيب لقطه الجول بس واحده واحده بقى وقول فاركو ده عشان في مجموعه من الكوارث. لا ارجع 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 ارجع, ارجع معلش ارجع تاني بس وقف هنا واحده واحده. رقم واحد الخطا الاول من محمد هاني راح قابل ولا قطع وفضى مكانه وما عملش اي حاجه ماشي. مجرد ضغط سلبي تماما ماشي. كمل اللي بعده كمل اللي بعده اللي بعده فريم فريم كده كمل اللي بعده لاعب لاعب الراجل يعني. داخل علي معلول سايب مكانه اهو علي معلول بس وقف هنا وقف هنا. خروج بالنسبه لي غير مبرر اخو خروج محمد هاني بالظبط. لكن الكارثه الاكبر شايف السبيس شايف الصحراء اللي هناك ده كريم مكان علي معلول مشكلتين. رقم واحد احمد عبد القادر بيعمل ايه؟ ايه دوره في الملعب يعني يعني احمد عبد القادر واقف في الملعب بيعمل ايه؟ هو المفروض ان انا برجع الراجل الباك خرج الوينج يطلع يقفل معايا وده الدور اللي قعدنا نشرحه حلقات على طاهر محمد طاهر والدور اللي بيعمله طاهر محمد طاهر واللي كان بيعمله حسين الشحات احيانا في الناحيه اليمين. ماشي. كمل الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده الاستلام ديانج برده غير مبرجع معلش 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 قلنا قلنا فريم فريم ارجع ارجع ماشي. ارجع معلش ارجع كمان بص بص يا كريم ارجع 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 اول ما الراجل يستلم بص بص ديانج هنا فين يا كريم؟ ديانج عنده حلول كتير جدا جدا غير انه يسيب الراجل يعمل كده يا يلتحم يا ياخد الكره يا يعمل فاول يا يعمل اي حاجه غير انه يسيبه. صح. هو ساب الراجل كمل بقى بعد ديانج كمل. صح. عشان كده قلت لك هو خطا كارثي لانه مركب. صح. كمل بقى كمل. اللي بعده ياسر ارجع بس وقف وقف ياسر الدور على ياسر ارجع 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 انت رايح فين ياسر؟
ياسر لا انت طلعت قابلت ولا انت حضنت علشان خاطر الراجل لانه شكري الزاوية. ولا قفلت الزاويه رحت مع الراجل كمل بقى عشان هنيجي للكارثه الكبرى كمل يعني هو بيقول لك الف بيه كده المدافع ده ياخده ويطلعه لبره بس خلاص هو انت المفروض تروح له بدري عن كده عشان تطلعه بره بص وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف وقف ايه ده انت شايف ايه محمد الشناوي الوقفه غلط خالص لا هو انت الشارع اللي, اللي في الضيقه ما ينفعش بص يا كريم الف بيه الحراس وعندهم 14 سنه بيجي بيقول له الضيقه بتاعتك لا مش الف بيه حراس الف بيه لينا احنا كمان احنا عارفين انه الحارس في الكوره زي كده ضيقه ما ينفعش حارس مصر الاول الحارس الاول لمنتخب مصر يقف الوقفه دي بغض النظر هتخش جول ولا مش هتخش جول صح ما ينفعش يقف الوقفه دي ما ينفعش يبقى عنده حوالي 5 6 ياردة انت بتسيب ارضتين وبتطلع تاخد الخطوتين علشان تقفل الزاويه الضيقه لانه تاني هقول الجمله الشهيره الضيقه بتاعتك فلما الكره تتحط بالشكل ده وانا لسه نازل بدري قوي وبعمل التراي عليها من مكاني من تحت وبحط ايدي بالضعف ده على فكره هي لو جت في ايده كانت هتخش لو حتى جت في ايده لانه حاطط انا بالنسبه لي الوقوف غلط التشريح بتاعه غلط الزاويه اللي مفتوحه كبيره جدا 7 ياردة ل 6 ياردة ضيقه في وجود محمد الشناوي شايف ان الجول ده شوف الاخطاء المركبه دي يشيل 51% محمد الشناوي نلحق بقى بسرعه الزمالك نروح بقى لمباراه الزمالك بسرعه جدا مباراه الزمالك مباراه الزمالك بدأ فيريرا بالشكل المعتاد الخمسة ثلاثة اتنين واللي اتحولت دلوقتي مع الوقت لما اقتنع فيريرا أخيرا أنه لازم يلعب بجناحين بوجود يوسف أسامة نبيه ووجود أحمد سيد زيزو والجزيري بقى عنده الثلاثية بقى بيعتمد على ثنائية وسط الملعب وبيعتمد في الخروج بالكرة على عمر جابر وأحمد فتوح لازال أحمد فتوح واحد من أهم مفاتيح اللعبة في نادي الزمالك وقادر أنه يحل أزمة ويروح لفلسفه فيريرا اللي كانت بتعتمد في الجناح الشمال على بن شرقي على وجود وينج باك ناحيه الشمال عنده القدره انه يصنع اللعب من هذه الزاويه. لا زال الزمالك بيعاني وبقولها والزمالك كسبان 4 زي ما قلناها والاتحاد والاهلي كسبان الاتحاد 3 الزمالك عنده مشاكل كتير جدا على صعيد الخط الخلفي. حرس الحدود النهارده لو امتلك من له القدره على انهاء هجماته كانت المباراه عمرها ما هتطلع بالشكل ده. لما الزمالك خط دفاع الزمالك نبتدي نجيب بعض الكرات الخطره ليه فرقه فاركو واحده يلا. واحده وبالمناسبه معظم الكرات اللي كان بيهاجم فيها فاركو ارتدت عليهم هل معانا هجمات لفاركو ولا بس الاهداف المباراه ما هي لا فيها اهداف وفيها هجمات فيها هجمات بس هي المشكله ان هي لينكد على بعض على على على, على الاهداف بس نكمل نمشي يلا. نمشي ونتكلم على فالزمالك استطاع بمنتهى الاريحيه بص يا كريم بوقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا ارجع ارجع وقف هنا بص يا كريم المقابله هنا المقابله الراجل السنتر باك محمود ولي رغم انه مقدم اداءات عظيمه جدا للموسم الحالي مع حرس الحدود ما طلعش قابل لانه ظن منه انا مش دوري اطلع قابل الراجل السي دي ام او لعيب اللي طالع بيقابلني بس ده مش سي دي ام ده الفرويد بص الراجل طالع بمنتهى الاريحيه اللعيبه كلها راحه بعيد عنه حطها ده ما ينكرش ابدا ان يوسف اسامه نبيه حطها بشكل عظيم ارجع تاني نرجع تاني ارجع تاني للاسف مش هينفع مش هينفع نرجع معلش مش هينفع نرجع اوكي تمام بص يا كريم الاسيست اسيست الهدف ده امام عاشور اسيست الهدف اللي بعده امام عاشور ضربه الجزاء ضربه الجزاء امام عاشور الحل الابرز انا كنت بقول على امام عاشور انه واحد من افضل لاعبي مركز 8 في مصر النهارده بس انا لازم اقول انه افضل لاعب مركز 8 في مصر بلا شك لولا وجود امام عاشور مشاكل كتير جدا كانت هتكون موجوده في الزمالك امام عاشور عنده القدره انه يعمل البروجريشن ويحط الكره تحت رجله 20 متر وبعدين يحط الباص صح عملها مرتين النهارده مره في الشوط الاول ومره في الشوط الثاني امام عاشور لاعب مسدد جيد بيسدد على المرمى بشكل ممتاز النهارده بيصنع بستايلين مختلفين واحده عمل السبرنت وراح حطها والثاني بيحطها بوش شروي خارجي من نص الملعب بيودي احمد زيزو انفراد بلا شك امام عاشور هو قطعة مهمة جدا جدا هدف عظيم بيصنع احمد قبل ما احسبه لزيزو وعلى الفنت اللي عمله والباس دي الكرة الثانية بتاعت امام عاشور اللي اتحطت لشيكابالا بري اسيست فامام عاشور بالنسبة لي قطعة مهمة جدا جدا في تشكيل الزمالك ولا زال الزمالك ماشي بشكل جيد جدا بسبب اللي قلناه في بداية الحلقة يا كريم ترجمة عدد الفرص اللي بيجيله ايكوال اهداف وهو ده سر فوز الزمالك بالدوري اللي فات وسر انه لا زال رغم المشاكل اللي موجوده في فرقه الزمالك انه لا زال في المشاكل الفنيه في خط الدفاع المشاكل الفنيه في خط الدفاع تحديدا واللي تالق عواد غطى على كتير منها تحديدا في المباريات اللي فاتت تحديدا مباراه البنك ومباراه بيراميدز الى انه لا زال الزمالك ان كنت قريب قوي من الاهلي اللي بيصنع وبيشتغل وعمل حاجات كتير ومقدم باستثناء مباراه الجيش ومباراه فيوتشر قدم اداءات جيده جدا الموسم الحالي الى انه فرق نقطتين بس ما بين الاهلي والزمالك
جيمي دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بستمتع جدا معك حبيبي. انا بشكرك شكرا جزيلا حبيبي، شرفت ونورت. لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيكون معايا الكباتن الكبار كابتن احمد السيد كابتن حسن مصطفى، خليكم معايا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى الكباتن الكبار كابتن احمد السيد كابتن حسن مصطفى، ضيوف في هذه الفقره. كابتن احمد مشرف ومنور، اهلا بك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كابتن حسن مشرف ومنور، ربنا يخليك يا امي، وحشني والله بقالنا كتير. ماشي وحشني جدا، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله. ميسي خد كاس العالم، مش بقول لك انت ميسي طبعا. الكابتن احمد، وكابتن احمد السيد ميسي ولا مارادونا؟ لا كابتن مانو جوزيه كان بيقول له مارادونا، بس ما لحقش هو كابتن حسن ميسي مثلا. لا لحق، لا لحق ميسي، لحق ميسي بس هو كان ايه بعد ما هو قال لي مره كده، قال لي مارادونا تخن فسميك ميسي يعني. فخلاص انت ميسي دلوقتي. انت كنت فرحان للارجنتين فوز؟ طبعا كنت فرحان. طبعا تشجع؟ لا طبعا انا قلبا وقالبا كنت. كابتن حسن كان زعلان؟ لا لا، انا ميسي ده يعني كان امنيه حياتنا هو يفوز بكاس العالم، كانت حاجه كويسه ليه جدا. هو بقاله فتره بيحاول في الموضوع ده وعايز ياخد كاس العالم، ودي كانت يعني لو هو يعني انا رايي هو كان دي كانت النهايه بتاعته يعني ان هو يخلص. كان في ناس وهي بتتفرج على الماتش كانت بتتفرج بحماس قوي. انت في ناس، انا كنت قاعد بفرج مع ناس لقيت ناس بتعيط يعني كان مثلا منتخب مصر اللي كسب البطوله الارجنتين. طبعا كل الناس كانت متعاطفه جدا مع ميسي يعني. هي يعني انا كان نفسي ميسي او كريستيانو تبقى الختام بتاعهم ببطوله كاس العالم، بس الكابتن حسن ما كانش متعاطف. لا يعني هو لا انا لو انا قلت غير كده هبقى مريض نفسيا يعني. بس هو ميسي كنت بتضايق منه لما كان في برشلونه. عشان تشجع ريال. بالظبط كده. هو دوت. بس انا كنت بتمنى ان هو طبعا ياخد البطوله او كريستيانو، هو هما الاثنين يعني. بس هو الواحد في البطوله ديت الواحد يقعد يفكر كده على كذا منتخب كده، الواحد بيشوف الموضوع يعني. يعني شفت منتخب البرازيل، منتخب متكامل في حاجات كتيره، بس ما وصلش عشان هو متخاذل يعني. اللعيبه تخاذلت واتدلعت في اوقات كتيره فخسروا. منتخب البرتغال تحس ان لعيبه البرتغال ما كانوش حابين بعض. منتخب الارجنتين تحس ان كل الناس حابه ميسي، حابه ميسي بس بالظبط كده. يعني كلهم بيشتغلوا عشان ميسي، كلهم بيقاتلوا عشان ميسي. فهي دي النقطه. يعني حتى منتخب المغرب اللي شرفنا والف مبروك طبعا للمنتخب المغربي والعرب كلها يعني. فالواحد مبسوط من ايه؟ ان منتخب زي المغرب شفت متكاتلين ازاي، متماسكين، معاهم مدرب بيحب اللي بيحبوا اللعيبه واللعيبه بتحب بعضيها، بيقاتلوا على كل كوره. لولا الواحد لولا الـ 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 الاصابات وكده كانت منتخب المغرب ممكن يوصل لابعد من كده كمان. تقولك في عملية المغرب في البطوله؟ طبعا ده انجاز طبعا يعني. المشوار بتاعهم هو اول حاجه ان هم يتصدروا المجموعه بتاعتهم، مجموعه قويه جدا جدا جدا. كرواتيا وبلجيكا طبعا. طبعا ويتصدروا ويكسبوا بلجيكا ويتعادلوا مع كرواتيا ويكسبوا كندا. دي حاجه طبعا تحسب لهم ان هم اول منتخب عربي يتصدر مجموعه، ما حصلتش في التاريخ. صح. ثانيا المشوار بعد كده بقى في دور ال 16 ودور ال 8 بتلعب فرق صعبه جدا. بتلعب فرق اسبانيا، بتلعب البرتغال، فرنسا، وبعد كده وبتلعب يعني مشوار صعب يعني. ممكن تقابل مثلا فرقه زي كوريا، تقابل فرقه زي اليابان مثلا. فالقرعه تخدمك او السوبر تخدمك، لكن انت بتطلع من دحضيره تخش دحضيره، داخل في قصه ثانيه يعني. صح. في فرق اقوى من انت كانت معاك في المجموعه. صح. فطبعا زي ما كابتن حسن قال ان هم فعلا هم بيحبوا بعض، ودي اسباب تبقى نجاح لاي فرقه. ان اللعيبه بتحب بعض، اللعيبه فعلا مؤمنه بقدراتها وعايزه تعمل حاجه لنفسها. فريق المغرب في وقت من الاوقات زمان كان اقوى من كده، وكان في لعيبه اقوى من كده. دي فرقه تحس ان هي ما فيهاش النجم الواحد، هي الفرقه كلها نجم. نجوم الفرقه كلها لا يعني الفرقه كلها الفرقه هي النجم. صح. النجم بالظبط. تلاقي اللعيبه كلها خايف على بعض. حكيم زياش الناس كانت بتنتقده في حته ان هو ما بيدافعش ولعبه تحس ان هو لعب اللي هو فيه شو شويه. لا مموت نفسه. كل اللعيبه الدفاع بتاعهم منظم جدا. اللعيبه ما فيش مساحات خالص يعني. منتخبات كبيره مش عارفه تخلق فرص قدام منتخب المغرب، دي حاجه تحسب لهم. صح. مدرب برضو هم عملوا حاجه كويسه جدا، ودي نفسي تبقى في مصر، ان انت اعتمدت على مدرب وطني. ما حدش بيعرف قيمه البلد غير المدرب الوطني. دي حاجه مهمه جدا. انت لازم تعد كوادر في مصر، يبقى عندك مدربين عارف انت عندك ده وعندك ده كويس. عشان انت قلت نقطه مهمه، تعد كوادر. لازم كوادر في كل حاجه. لا اصل ما تجيش تقول لي مدرب وطني وخلاص. طبعا يعني مش لازم يبقى مصري عشان نكسب يعني، مصري بس يكون مؤهل. لا بص يعني احنا عندنا هنا مشكله في مصر، وتلاقي الكابتن حسن بيعاني منها، ان انت عشان يبقى يتقال مدرب لازم يبقى عنده 60 سنه. ال 40 سنه ده كبير. شاب. 45 ده شاب ليه؟
صح. يعني احنا وليد الرجراجي ده بالمناسبه لعب قدامنا في 2006 عايز كان لابس رقم 2 اهو باك رايت اهو لعب قدامنا في 2006 في البطوله كانت هنا وليد الرجراجي لعب كان باك رايت هو لعب كان لابس رقم 2 كان باك رايت بالظبط انت هو الراجل كان ماسك فرقه عاديه وبعد كده كان مين بيلعب عليه كان كان مين بقى كان عبد الوهاب الله يرحمه محمد عبد الوهاب وكان كان مين الوينج اللي كان بيلعب كان متريكا كان في نص الملعب كان احنا كان حسن كنا بنلعب 5-3-2 كان حسن في نص الملعب كان يعني بيلعب 5-2 في فرودين في فرودين واثنين ديفندر وواحد قدامهم وفي فرودين كان عمرو زكي ساعتها كان لعيب وليد الرجراجي كان باك رايت لا كان كويس كان افضل باك رايت يعني الفرقه بتاعت المغرب ساعتها دي كانت تحس ان هم كانوا اقوى من كده كان معاه يوسف حجي وكان كانت فرقه قويه جدا صح وكان كان معاهم الفريق اللي لعب قدامنا في الرجاء اسمه ايه اللي هو اللي كان سريع كان سريع اشول سريع هشام بوشروان هشام بوشروان كان معاهم برضو يعني الفرقه برضو كان اسماء تقيله قوي صح. بس ما عملوش اللي اتعمل ده صح صح طيب كابتن حسن هو انت ليه مش موجود في الجهاز الفني للمصري لا احنا جينا في اول البرنامج يا كيمو قلت ان انا اخدت قرار ان انا عايز اشتغل لوحدي وان انا اخد فرصتي وان انا ابقى مدير فني فانا اخدت قرار خلاص مش هرجع فيه يعني انت فاهم فاكيد في يعني في حاجات حصلت بس اكيد انا متمسك بحلمي ممكن اتاخر وممكن هيتاخر وممكن الكابتن حسام ما عرضش عليك حتى بغض النظر عن رغبتك انت لا هو انا في الاخر انا يعني وصلت للامور ان انا لا خلاص انا رغبتي ان انا ما كملش يعني ان انا في الاخر انا عايز ابقى راجل اول فهي هو الموضوع ايه انت برضو ايه انا حاطط لنفسي بلان برضو كريم يعني الحمد لله ما باخدش قرارات وخلاص او ابقى متصرف لا انا كنت عايز ان انا اطلع في الاعلام الناس تعرف حسن مصطفى كويس وتعرف تاريخي كويس في ناس كتير قوي نسيت حسن مصطفى عشان ما بيطلعش في الاعلام لا مش عشان لا لا عشان ما بتطلعش في الاعلام انت لما بتطلع الناس بتفتكرك وبتتكلم كويس وبتبقى عارفه اسلوبك ازاي وشكلك عامل ازاي فهو ده اللي انا كنت حاطه الفتره اللي جايه وبعد كده الرزق بتاع ربنا ان شاء الله باذن الله الواحد يجتهد وبيجتهد وان شاء الله ربنا يكرمك اتكلمت انت والكابتن حسام حسن كانت امتى لا على طول بنتكلم يعني عارف هو كان ساعتها في قطر ما اتكلمناش بس الغزال بكلمه يعني كابتن ابراهيم طبعا. كابتن احمد النهارده الاهلي امام فاركو الاداء كان جيد جدا الشوط الاول تغير الحال في الشوط الثاني وهدف في الشوط الاول بعديه هدف على طول من اول هجمه لفاركو الشكل بشكل عام النهارده الاهلي وفاركو شفته ازاي هو يعني اللعيبه استسهلت المباراه شويه بعد الهدف في الدقيقه 30 هو مش الشوط الاول لحد الدقيقه 30 صح انت المباراه كانت في المتناول قوي بدليل انت قبل الهدف انت مضيع كام فرصه اول نص ساعه مضيع 4 فرص فانت اللعيبه استسهلت الماتش انت بيبقى في الفرق دي اما بتجيب فيها جون الفرقه اللي انت بتجيب فيها جون بعد الماتش بيبقى عندها اندفاع هجومي عايزه تعمل هدف لو انت جريتهم وسبتهم هم اللي يركبوا الماتش هتخش في مشكله لازم انت بعد الجون تغطي جون تاني خلاص يبقى المباراه كده انتهت خلاص بالنسبه لي الاهلي عمل العكس هو دخل فريق فاركو في الجيم خلاص استسهل الماتش انا كسبان خلاص ومضيع 5 فرص والدنيا سهله وبوصل كتير فبالنسبه لي الماتش بقى سهل خلاص فريق فاركو تعدلت الماتش اتعقرب معاهم خلاص بدات المباراه تبقى ايكوال الاثنين ده بيهاجم وده بيهاجم والفرقه بتدافع كويس فاركو وقفت ف يعني لعبت الاهلي النهارده ما كانش عندها النحراره بعد الجون لازم في نحراره شويه بعد الجون لازم انت تعرف قيمه النادي الاهلي واحنا كان الجيل بتاعنا كنا بننزل على الفرقه اما جوزين مثلا كسبانين وحسن عارف 1 و2 و3 يخش بينهم شتين يزعلنا بالظبط اللي انتوا عاملينه ده حصل مره من لعب الترجي هنا في القاهره كنا كسبانين 3-0 زعقلنا انتوا ليه احنا كلنا استغربنا هو كده يقول لك انت الفرقه دي زي الملاكم كده انت بتضربه ضربه لو انت سبته فوق تاني هيضربك لازم تديله التاني عشان خلاص يبقى صح طيب النهارده مش النهارده بس يا كابتن حسن من الحاجات الملاحظه قوي في الاهلي انه بيوصل للجول كتير جدا بس برضه بيضيع كتير جدا بالظبط ليه اكيد بيشتغل يعني هو المدير الفني اكيد بيشتغل على الحاجات ديت واهم لا ما هو اشتغل انه يوصلهم يوصل ففي الاخر في يعني هو دوت الحظ انت ممكن النهارده ممكن ما تكونش موفق بس انا شايفها في لعيبه كتير هو المشكله اللي انا عايز اقولها ان النادي الاهلي محتاجنا الثلاثه قدام انت لغايه دلوقتي لسه يعني الراجل المدير الفني بيدي فرص كتير قوي يعني بيدي لكل اللعيبه فرص واللعيبه هتندم على الكلام ده جامد جدا لان انت ما فيش لعيب بيلعب 5-6 ماتشات ورا بعض كله بيلعب ماتشين ثلاثه وبيبدل وبيعمل يعني بالظبط عمال يدي لعيبه بيدي لعيبه فده اللعيبه في لعيبه هتندم على الحاجات دي يعني في لعيبه بجد هتندم على الفرص اللي هي بتجيلها وما بتثبتش نفسها مين هيندم
ايه؟ مين هيندم؟ مين هيندم على فرصه بياخدها دلوقتي وما بيستغلش؟ محمد هاني هيندم. ممكن لو جابوا لعيبه عبد القادر، شريف، حسام حسن، يعني فراودك عموما. انت لغايه دلوقتي الراجل بيلعب لعيب مش فيرود بيلعبوا فيرود. مش حكايه ان هو مش مقتنع بالناس الثانيه. بس على فكره انا عايز اقول معلومه عشان النهارده ناس كثيره تناقلتها يا كابتن حسن. اقول حاجه، برونو ساوي في الفريق اللي كان بيلعب فيه اصلا كان بيلعب مهاجم او شادو سترايكر، يعني هو بيلعب مهاجم هو، بس احنا بالنسبه لنا هو مش مركزه ليه؟ عشان من ساعه ما جه هنا هو الراجل نفسه اللي كان بيلعبه رقم 10 يا جناح. انت ما شفتوش الا كده هنا. ما شفتوش الا هنا. بس برونو ساوي وده اللي قاله النهارده مارس الكره على فكره في المؤتمر، قال هو كان بيلعب اصلا مهاجم واحنا اللي كنا بنوظفه توظيف ثاني يعني. طب تمام، هو لما يكون عنده ثلاث فراوده ويجي برضو الراجل اللي بقاله فتره بيوظفه في كذا حته، مثلا يلعبه هاف رايت او هاف ليفت او صانع العابه، وبعد كده النهارده يجي يلعبه ويقعد الفراوده كلها النهارده. فدي برضو حاجه برضو يعني تخليك تفكر. فانت هي النقطه لازم لعيبه النادي الاهلي تركز كويس قوي، لان المشكله لو فضلوا على كده، لان الماتشات كلها كل شويه يقلوا حاجه. اللي عاجبني بقى في الماتش الشوط الاولاني الكور الثابته بتاعت الراجل، راجل بيعمل كور ثابته هايله يتعلم. يعني انا يعني كمدرب بتعلم النهارده منه من الكور الثابته بتاعته. اخطاء النهارده نادي الاهلي المساحات، الثلاث مساحات بعاد عن بعض قوي. ليه الديفنس قلقان من السرعات؟ ليه بتاخد يعني ياسر ومحمود متولي ليه بياخدوا ينزلوا تحت قوي؟ فهي دي ثلاث خطوط الشوط الاولاني كان بالذات بعاد عن بعض. دي كانت مشكله جامده قوي الشوط الاولاني. طيب كابتن احمد، من الحاجات برضو ملاحظه ان الراجل لاعب حسام حسن مهاجم، لاعب شادي حسين مهاجم، لاعب محمد شريف مهاجم، لاعب بيرسي تاو مهاجم، والنهارده لاعب برونو سافيو مهاجم. هو ما عندوش ثقه في كل المهاجمين طبعا. كده بيدل ان هو لسه ما استقرش على المهاجم الاساسي بتاعي. انا بالنسبه لي هي النقطه برضو يا احمد، يعني معلش اقطع، هو لما بيدي الفرص للناس دي ولا ما عندوش ثقه؟ احنا عايزين نسال السؤال ده. ما هو بيديك الفرصه على اساس ان انت تبقى يعني يبقى فيك امل ان انا اللعيب ده يبقى فيه. يعني هم لعب بيرسي تاو جاب جونين ثلاثه، لولا الاصابه كان بيرسي تاو يكمل خلاص، لان هو الوحيد اللي اقنعه في الناس. فاهم يعني؟ هي انا مثلا انا راجل جاي جديد وعندي ثلاث فراوده بجرب ده وده، ده اللي اقنعني خلاص، يبقى هو ده الاساسي بتاعي. ده مش الثالث، ده المفروض يبقى الرابع. يعني انت عندك حسام حسن وشادي حسين ومحمد شريف، ده وسافيو خلاص كده خلاص. يعني سافيو اتحسب ان هو فيرويد خلاص، ده لما الراجل طلع يتكلم النهارده ان هو اصلا فيرويد، يبقى هو خلاص مقتنع ان هو يبقى برونو سافيو يبقى فيرويد. فانت كده عندك سته دلوقتي خلاص. انت عندك كده دلوقتي محمد شريف وشادي حسين ومحمد شريف وشادي حسين وحسام حسن برونو سافيو خمسة برونو سافيو. انت عندك الخمسه دول موجودين. فالخمسه بالنسبه لك انت هو مين الاساسي فيهم دلوقتي؟ انا اعتقد الاساسي فيهم دلوقتي لو هو كان سليم بيرسي تاو. لان هو الوحيد اللي كمل يعني ماتش، والماتش بعده كمل وبدا الكلام عليه كويس. اتصاب. وانا اعتقادي برضو ان في يناير هيبقى في فيرود لازم. لا هو في لازم خط امامي مش فيرود بس. يعني النادي الاهلي لو عايز ياخد بطوله افريقيا لازم يجيب خط هافين وفيرود. بس انا اعتقد حسن هو يعني هيجيبه مهاجم واحد بس، لان انت برضو ركز ان لسه عندك طاهر محمد طاهر، والراجل كان معتمد عليه بشكل، وهو كان ماشي كويس قبل الاصابه. عندك كريم فؤاد جناح، فهو خلاص هو استقر على كريم. يعني كريم بيلعبه جناح خلاص دلوقتي. لا انا شايف ان الموضوع لا صعب دلوقتي. النادي الاهلي بقاله كام ماتش بيعاني. يعني انت شايف ان جناحات الاهلي كلهم مش مقنعين؟ انا بالنسبه لي انا كلهم بالنسبه لي بما يعني فيهم كريم فؤاد. عبد القادر بيمشي على سطر ويسيب سطر. كريم بيعمل مجهود احسنهم شويه. احسنهم هو اللي الوحيد اللي النهارده الهجمات كلها هو اللي عاملها، هو اللي بيجتهد، هو اللي ومش مكانه. يعني احنا بنقول ان ده مش مكانه. وهو الوحيد اللي بيجتهد وبيعمل اقصى طاقه. حسين شحات نزل النهارده عمل جول، والمباراه اللي فاتت نزل عمل جول برضو. انا بالنسبه لي الامور لا بعيد جدا يعني. هي الامور انت اللعيب ده بيدي لك ايه؟ بيعمل ايه؟ بيضغط ازاي؟ مجهوده في ال 90 دقيقه بيعمل ايه؟ انا بشوف ان الناس ديت مجهودها بيبقى قليل جدا على اللي انا شايفه منهم. فهي دي مشكله. يعني كهربا يرجع؟ طبعا هيبقى مفيد، هيبقى صفقه جديده لو انا بيعجبني كهربا، مع ان ناس كتير قوي بتنتقده. كهربا من احسن لعيبه في مصر واحسن لعيب بيروح على الجول، بس هو مشكلته الفينش بتاعه بيبقى ساعات وحش. انا شايف كهربا يعني لو رجع النادي الاهلي وبقى كويس هيعدي الناس دي كلها. كابتن احمد رايك ايه؟ المشكله في الوقت اللي قاعد فيه. بقاله فتره، بقاله كتير. المشكله صح؟ حاجه صح، ان انت ما بتقعد وقت طويل كده ما بترجع. لو انت اصلا يعني في ناس مثلا في الفرقه، انا مثلا كنت ممكن اتصاب
وارجع لها على طول. يعني حسن في في الحته دي برضو حسن ممكن يتصاب. اللعيبه اللي هي بيبقى عندها الفتنس بتاعها عالي والبار بتاعها عالي، يعني القوه اقوى من اكتر من المهاره، يعني بيبقى هو نازل كده كده عنده الحميه دي. لكن اللعيبه اللي بترجع من غياب بالظبط كده، اللعيبه المهاريه عامه لما بيرجع بياخد وقت، لان هو ما عندوش حته ان انا اعمل تاكلينج واخبط واعمل، فدي تفرق معاه جدا. الماتشات بتفرق فهو لو راجل مقتنع بيها هيصبر عليه طبعا، هيصبر عليه ماتشات كتير. كابتن حسن، لو الاهلي هيبدا يدور في السوق المصري في يناير، خلاص احنا يناير فاضل فيه كام يوم، شايف مين ممكن يبقى مناسب؟ مفيش حد في السوق المصري خالص. الفرق المصريه لازم التلاته يبقوا اجانب؟ لا هو مفيش. انت قول لي كده، اديني مثال. لا ما انا مش انا ما انا صعب يعني. انا مثلا في الـ لو جبنا في الاسماعيلي مفيش، في المصري مفيش، في على مستوى عالي يلعب في النادي الاهلي. في سيراميكا. سيراميكا مين؟ جون ابوكا. لا ده فيرويد. انا بتكلم هو كده بيقول، لا هو بيقول لك على المصريين. المصريين انت محتاج واحد زي ده. انا رايي ده كان يا اهلي يا زمالك، انت محتاج واحد زي ده. انت الاهلي ما عندكش فيرويد محطه. حسام حسن فقد او كويس في المحطه بس فقد الثقه في نفسه. ايبوكا ده يعمل لك الشغل اللي انت عايزه، يقف على الكوره، لعيب كوره كويس، بيعرف يعدي، الفينش بتاعه كويس. كان هيفيد الاهلي. انت شايف؟ انا شايف ان هو لحد دلوقتي يعني الاهلي لو بيفكر في فيرويد افريقيا. وانت برضو شايف ان مفيش لعيب مصري هنا ممكن ينضم الاهلي دلوقتي؟ لا مفيش، هو كله شبه بعضه. كله شبه بعض. ما فيش حد اللي انت يعني، ما انت عشان تجيب لعيب لازم يبقى احسن من اللي عندك. اللي عندك هتجيب ليه؟ اجيب ليه؟ صح. طيب لسه مكملين مع الكباتن الكبار كابتن حسن مصطفى كابتن احمد السيد. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله، خليكم معنا. احنا واحنا في الفاصل كابتن حسن وكابتن احمد بيحكوا لي شويه كواليس حلوه قوي، بس في واحد دلوقتي كان الايربيس شغال معايا بس ما سمعتش القصه، فاقولها بقى دلوقتي على الهواء وخلاص. بتاع طوال الجمعه. بتاع طوال الجمعه. فكرني بالفيرويد بتاع انرامو. انرامو الترجي ده قوي جدا. والجمعه ما شاء الله قوي. فالكره قال لي حسن لما تجيله يستلم على صدره يبقى تعالى خدها كده عشان انا مش عارف بيحجز عليا وكده. فانا قلت ماشي ده اثنين عمالقه وانا جاي. فالكره استلم فجاي ياخد الكره، الاثنين دخلوا فيا ما كملتش الماتش. وائل جمعه هو الاثنين اقوى جدا. فرحت طالع عامل اول الماتش بقى انرامو، انا شفته وهو بيسخن. فانا سامع الدبدبه بتاعته وهو بيسخن يعني من الناحيه الثانيه سامع الدبدبه واحد بيجري فيل ماشي بيدبدب. فانت قلت اسد. طب قلت له وائل جمعه شو بقى؟ قلت هنزل. قلت هنزل بس ده لو قلت هنزل اول كره وراح داس على وش رجله. هو راح بص لي كده قال لك ده ايه بس ده 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 خطر. راح لوائل جمعه بقى بس هرب منك. هو هرب منك عشان تبقى عجوز وبتاع. راح لوائل كابتن وائل برضه زعله يعني. ايه؟ لا ساعتها يعني ده اداله بالشغل. هو كان حاسس صحيح على كسرك قبل كده؟ انا فاكر قصه زي كده. انا لسه جاي دلوقتي. كسرك قبل كده؟ لا كنا في الناشئين. إيه؟ انت بتدير عليه ولا ايه؟ كان عندنا 18 سنه. فكان ماسكنا كابتن مختار. فكابتن مختار كان عنده اسلوب تحفيزي كده يقول لك ايه التقسيمه النهارده على 50 جنيه. حلو. كل واحد لعيب ياخد 50 جنيه. حلو. فانت عارف بقى اللعيبه احنا صغيرين بقى 50 جنيه بالنسبه لنا دي انت يعني هتخرج وممكن تخرج بقى شهر تخرج وتاكل وبتاع فاهم. فاستاذ حسن ده جاي راح الجون وبتاع. لا انت اللي بديت. انت عامل تاكلينج. عملت معاه تاكلينج عليه جامد. ايوه كده. فكان بره اشرف ابو زيد كان واقف كان معانا بكره اشرف ابو زيد طبعا. راح قال له ايه قوم يا حسن لم اللي منك لم اللي وقع منك. طبعا ده بقى ايه ده صغر من صغره حسن كان هو بيلعب متحمس اللي بقى. فانا ماشي بالكره هو جاري مكمل ورايا راح عمل تاكلينج فسمعت بقى صوت التكه دي بقى. خلي بالك احمد في في الفتره دي هكسرك يعني عرفت احنا بنلعب مع بعض في الشارع. احنا في الفتره دي كنا بنطلع درجه اولى يعني احنا الحمد لله واحنا صغيرين كنا بنطلع درجه اولى. فاحمد كان في الماتش ده يعني كان في الاسبوع دوت يعني الشمس. كنا هنلعب نادي الشمس كان احمد هيبدا وكان هيبقى كابتن النادي الاهلي من بدري عن ناس كتير يعني. هم كسرني بقى انا ما بداتش علي انا وسامح حسني نزل بقى كابتن وحسام غالي بقى كابتن كنت انا اللي هبدا عليهم. بالظبط. كابتن على اثر على مستقبلك كله. خلصت يعني اتاخرت ابقى كابتن فعلي مثلا اربع خمس سنين. فعلا. ولسه بتحبه؟ ايه لسه بتحبه؟ لا لا ده اصل حسن عشره من واحنا صغيرين احنا كنا في الناشئين. حسن اللي حدش يعرفه في الناشئين كان بيلعب فيرود اصلا بيلعب تسعه وبيلعب فيرود. وحسن كان مرعب لفريق الزمالك يعني بالله فريق الزمالك دي هم جايين يلعبوا حسن مصطفى. ياه فيرود تسعه بيلعب تسعه وهو حسن وهداف الفرقه بتاعتنا. انا اول مره اسمع المعلومه دي ما نعرفش بقى يعني ايه. حسن مشي من الاهلي رجع لان حسن ديفندر. مين اللي رجعك الديفندر؟ والله الكابتن محمود صالح الاول راح مرجعني صانع العاب وبعد كده الكابتن مختار لعبت هاف رايت يعني كنت بلعب في نص الملعب بس هاف رايت الحته اللي انت عارف
وبعد كده لما رحت الاتحاد السويس الاول لعبت برضو صانع العاب، لما رحت الاتحاد لعبت باك رايد بقى، وبعد كده ديفندر. الله، بعد كده ما شفتش تاني، ما شفتش الحته اللي قدام دي خالص. خلاص فينا جون في الماتش اللي كسبنا 3-2، جاب فينا جون حسن، وانت وعورتك برضه. انا فاكر عمل لي ايه بقى، دعورني تاني بس كسر ايدي. ايده هو ماسكني في كورنر، فاحنا انا طلعت جامب، راح هو عامل لي زي عامل لي عامل لي كوبري، رحت نازل ايدي اتكسرت، قعدت اجري وفرحان ومش واخد بالي ايدي اتكسرت اصلا. لا ده انا جاي لك انت بقى. لا انا جاي لك انت مستلمني. طب بقول لك هنروح لفاصل ونرجع نتكلم مع الزمالك براحتنا عشان خاطر ما نقطعش في فقره الزمالك. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. طيب لسه مكملين مع حضراتكم. النهارده الزمالك كابتن حسن عمل مباراه فاز فيها بنتيجه كبيره، مباراه حرس الحدود 4-0. رغم كده جوزالدو فريرا بعد المباراه قال ان هو ما كانش راضي على الاداء. بالظبط، يعني انا بيعجبني المدرب ان هو يعني حاسس باللعيبه وحاسس بالامور كلها. صح. بيبقى واضح مع نفسه. دي عجبتني فيه يعني في لما قال كده. النهارده نادي الزمالك برضو لو تيجي تبص على المباراه كلها، يعني انا وانا بحلل الماتش وبتفرج على الماتش، نادي حرس الحدود ضيع جوان كتير قوي، ضيع جونين يعني عارف هو وجول الشوط الاول تحديدا. بالظبط. وفي الشوط الثاني لما اتلعبت ما بين ابو الفتوح ولعيبه تشيب، صح، كان ممكن يتعادلوا، وممكن وعملوا مباراه كبيره جدا وعملوا مباراه كويسه قوي. نادي الزمالك عمل مباراه تقريبا ايه بعد الجون الثاني لما الفرقه بدات تهاجمه، لان بدا يبقى فيه مساحات، بقى فيه سرعه، لان انت عارف طبعا سرعه زيزو وسرعه اسامه نبيل وتمريرات امام عاشور الذكيه وشيكابالا وامام، فبيعتمد على الموضوع ده. بس انا بتكلم ان نادي الزمالك بقى له فتره طويله بدا يتحسن شويه. صح، بدا يتحسن في الضغط. طيب، عشان الوقت الونش مؤثر كتير يا كابتن احمد على مشكله الزمالك. طبعا. صح، الونش دلوقتي احسن مدافع في مصر. وهو المكان ده بالذات اللي هو المدافعين المساكين لازم يحصل فيه تجانس. لازم يلعبوا، وكابتن حسن مدرب عارف، لازم يلعبوا الاثنين دول، لازم يلعبوا فتره كبيره مع بعض. الفراودة عادي ممكن تلعب اي اثنين مع بعض، دلوقتي بيلعب ثلاثه كمان مدافعين عشان بتلاتة. يعوض غياب الونش كمان. طبعا هو الونش كان متقل وبخبرته متقل خط دفاع الزمالك. صح، فما طبعا حسام عبد المجيد لعيب كويس بس لسه ناشئ. مش هيستحمل ضغط في ماتشات كبيره، لسه ناشئ صغير. زيناري لسه جديد محتاج وقت برضو. بس النهارده كان كويس قوي. كويس، بس هو محتاج قوي يعني. برضو انت ما دخلتوش في اختبار في ماتش تقيل مثلا زي اهلي بيراميدز، ده تقيسه بقى في الماتشات دي. ليه؟ لان دي الماتشات التقيله، تلعبوا مثلا بتلعب الترجي مثلا، مجموعه الزمالك بتلعب الترجي في تونس، تقيس بقى مدافع كويس ولا لا. فطبعا دي ممكن تاثر معاك، لو الونش ما رجعش في بطوله افريقيا هتبقى صعبه جدا في الماتشات. كابتن احمد شرفت ونورت كالعاده. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا سعيد طبعا بوجودي معاكم مع اخويا طبعا كابتن حسن مصطفى. حبيبي كابتن حسن بتنور الدنيا دايما. حبيبي ربنا يخليك، وانت النهارده امتعتني بكابتن احمد. انتوا الاثنين بقى امتعتوني جدا. شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اشوفكم يا رب على خير.